مساء الخير، مساء الخير. هلا وغلب عمو أوس. هلا أسول، قوة مفرطة وتب. هلا يوسف، هلا أسمة، يسعد عبدو، هلا مجيد، أحلى بلال، هلا كوري، أمينة، هلا ميسا، مرحبتين. لك شلونكم؟ شخباركم؟ شعلومكم؟ مين غاطس غطسة تجهيزات العيد؟ زي حالاتي. مين غاطس غطسة تجهيزات العيد؟ هلا ميرا وهبة زور اس اي، كل عام وانتم بألف خير ومن العايدين. يسعدهم وك احلى دوسري لك، يسعد علي، حي الله شيخنا. يسعد علاوي، نورت. هلا صالح، هلا كردي، هلا وسام وحسان، هلا ملا. جاهزين للأعياد؟ مش جاهزين للأعياد في اللعبة، وبرضه قصدي جاهزين للأعياد كمان بعد، يعني كمان أكم من يوم. ملاحظين شغلة في المينيو؟ والله حركة جميلة. محل ما إحنا وصلنا اللي هي القلعة المنحوسة هاي اللي مش عارفين ندخلها، المينيو صارت عليها كيف تغييرات ريزيدنت إيفل في المينيو، أيضا موجودة في هذه اللعبة. على فكرة اللعبة مش عاطلة أبدا صدقا، حط موضوع التوهان على جنب، بس مش عاطلة أبدا، يعني متحمس لها. وانت طيب يا طيب، يسعد صافو، كل عام وانتو طيبين وبخير وبصحة وسلامة. جيكسو، هلا سيمنسو. عليكم السلام. هلا روجندا، هلا فهادي، ولا يهمك يا يوسف، بتشوفهم براحتك ان شاء الله الاستريمات. مين في اخر اكم من يوم من رمضان بصير الاكل في البيت انه خلص خلص مشي، هلا مش ضايل اشي. كيف مش ضايل اشي؟ لسه ضايل تقريبا 3 4 ايام. خلص خلص مش حطبخ اليوم، خلص مش ضايل اشي لرمضان. طب بس احنا صايمين وبدنا ناكل. دبروا حالكم. اي اشي. مين في عنده هذه الحفلة؟ أنا بصير أضحك. خلاص هلأ رح نصوم لأول يوم العيد. هلا ريف، حصل اليوم. والله إحنا حصل اليوم كمان، والله إحنا حصل اليوم كمان. فعم جبنا أكل جاهز. ما بتحس بإشي غريب بالحياة؟ لا تذكر أخونا الفظيع إيش معناها أجوف؟ لازم نحفظ معناها أجوف. أنا حفظت اسمه جابيمارو. جارنو جابيمارو، صح؟ جارنو معناها الأجوف. اسمع، مين اللي هو مش متزوج على فكرة؟ آه صح، ولا متزوج جابيمارو؟ صحيح، جابيمارو متزوج. جارنو، اسمع، المسلسل بصراحة دخل مخموخ مخي، بس بده حرص، شكله بده حرص بزيادة، فيه مشاهد فسفس. تلعب لعبة رعب اسمها مشروع الكوابيس، القضية 36 لعبناها. أوه، حتنزل 27 هذا الشهر. احنا لعبنا اشي اسمه بروجكت نايتمير، احنا لعبنا اشي يا عبدو اسمه بروجكت نايتمير. معقول اللي انا لعبته كان ديمو؟ بتذكر كانت لعبة طويلة. بالله شوفوا انت قاعد على القناة، انا لعبت اشي اسمه بروجكت نايتمير، بس دور بالانجليزي مش بالعربي. نقضيها شربة عدس، رح تطلع شجرة نبتة عدس رح تطلع في راسنا. والله ما إلي بالفوتبول يا احمد، ما إلي بالفوتبول، يعني اكتر من المونديال وهوسي في المونديال، ما مش هوس، هو اهتمام اكتر من هوس، بس ما إلي والله. اتعبنا يا حساب من المطبخ. هو والله يعطيكم الف عافية، الامانة مجهود. لف سمبوسة، احشي كوسة. كله على الافية. مش ضايل اشي، خلص ضايل اكم من يوم. طب بس احنا الاكم من يوم هدول راح نكون صايمين فيهم. We need to eat. دبروا حالكم. يعني
إلنا تقريبا يومين ثلاثة فيش سمبوسة على الطاولة. ما في، خلص خلصنا، يعطيكم العافية، كل سنة وانتم سالمين، هذا هو الجواب، خلص خلصت. لا خلص، حلقت للعيد، أكتر من هيك وأنا أروح بشعري يا فهادي، خلصنا، أنا حلقت من أسبوع وخلص، أنا بحبش أقصر شعري كتير معلم، خلصنا. هلا عباس، هلا مشراق، هوم سويت هوم يا وسام. نعم، هذه من الألعاب التي أنا حابب ألعبها، مسجلها عندي في الدفتر من فترة، وإن شاء الله يعني رح نلعبها، هوم سويت هوم. نعم، طلبتوها كثير وشفت التقييمات وآراء الناس، الأغلب إيجابي، فنعم محمسة، وأنا ما لعبتها قبل هيك. آها، أنت قارئ المانجا فرح أرتاح من المشاهد لفترة، الله يبشرك بالخير، ممتاز والله، لأن المسلسل فاجأني بحالاته، فاجأني بجديته، جدي جدي محمس، يعني تحس فيش في مزح. اوكي، هي في، هو نفسه هذا جابيمارو فيه نهفات لما انه يرخي هيك انه ويصير يحس حاله مالل، بس جدي المسلسل وديم رهيب. هلا يوسف، عثمان، انت لعبتها تختيم كامل قبل سنة، انا هذا متذكرها منيح، بروجكت نايتميرز، لعبة خرافية كانت. إيه حتى اسمها The Case of Henrietta إشي، قضية هنريتا إشي، كانت لعبة كتير حلوة، نسخة الكونسول ممكن، آه والله يمكن. طب اسمعوا، خلينا نكمل حديث وإحنا بنلعب. إيه على العموم، أنا عرفت وين لازم أروح هون، عرفت، وهلا رح أقولكم وين. متذكرين الخريطة؟ أو قبل نعم، اليوم الستريم برعاية حبيبنا ومشرفنا الجميل الرويلي، يا ويلي أحلى سعود، إن شاء الله تيجي على الستريم وتستمتع يا جميل، اليوم الستريم برعايتك، شكرا لدعمك يا أحلى سعود، يسعده سعوده. أوكي لسن، متذكرين فاكرين في الخريطة اللي رسمناها أو اللي رسمتنا إياها البنت الصغيرة، إنه روح على الشمال، هايها روح على الشمال وراح تلاقي شجرة بالجذعين، وبعدين روح على الشمال، اللي تابع ما أكيد متذكر، إحنا رحنا هيك ومشينا دغري، أليس كذلك؟ مشينا دغري دغري دغري، بس بالآخر أخذنا هون كولكتابل وشفنا الطريق مسكرة فرجعنا وكملنا، طلع يا حلوين بعد هذه الدخلة في طريق، هيها يعني شمال شمال، الله لا شغلها في أوبر هالبنت لأنها حول. في طريق شمال، فأنا بس شفت الطريق الشمال هاي وقفت بوز سيف وقلت خليني أكمل مع الجيكس. يب، اسمعوا، هاي اللعبة هاي النبتة اسمها هينبين، هي نفسها نبتة الهندبة، تعرفوها نبتة الهندبة؟ أوه دايما فكرت التليفون في البيت، حسان طلع ماخذ سيلفي. Hi Daniel, how's your search going? Hey, I found the girl and... You've already found her? No, not Stella. Huh? I'm talking about a little girl I met who was sitting on the rock just below the chapel. Really? And had she seen Stella? I'm not sure. She seems shy, or maybe even secretive, as if she knows more than she'll say. I'm doing a small favor for her, and hopefully she'll open up to me. A favor? Shouldn't you find your daughter first? I just feel like it's important. If you say so. Anyway, catch you later. Stay safe. هو شوفي إليانورا للأمانة هو معك حق تستغربي، بس برضو بنت صغيرة في غابة فأكيد بده يساعدها، وك أحلى ظفيري وأحلى عبد الله، يا أحلى أخي يا أحلى صديق وأحلى 4 شهور في ستارز، وعن جد بلاش توهان، وأنا شكلك أنت لاعب اللعبة صح؟ رح أركز معك إذا تهت. بلاش توهان يا حسان. إليانورا بتقول له أنت كيف تركت أو وقفت البحث عن بنتك
وقاعد بتساعد بنت صغيرة تانية. بس يعني يعني بالنهاية بنت صغيرة يعني شو يعمل؟ هو قايلها انه انا حاسس انه لازم اساعدها. طيب وين رح نوصل؟ الله اعلم. اوه غسل. على فكرة قد ما غسل لسه ايديه وسخين ولكنهم نطفوا. اوكي اسمع اسمع انا نسيت التحكم. انا متذكر اني شفت هيها شفت نبعة مي هيها او حنفية مي وجنبها كهف او نفق. تعرف انا مش مشكلتي في موضوع الاتجاهات اها انه انا بفكر زيادة في موضوع الاتجاهات بتفاصيل كتير زيادة. عاد بكون الموضوع بدوش تفاصيل. في طلعة هون في زي كتاب في نفق. او شيبس. اوكي حسن روق ما تطلع فوت. حبة حبة شربت نسكافيه فأنا مصحصح ونمتل شوي فأنا مصحصح زيادة. وحسب ما فهمت من عبد الله والشباب إنه حسان اللعبة بتتوه بس لا تعطي موضوع الاتجاهات أكتر. على فكرة مش أنا لحالي بهاي اللعبة عانى من موضوع الاتجاهات للعلم. لو تشوفوا آراء الناس مش سلبية إنه شو هاللعبة مش حلوة. لا لا إنه موضوع الاتجاهات حاول كان. Leah could easily get through here, but it's a dead end for me. There has to be another way in. Okay, relax the hell. أنا زي مين؟ زورو. مين زورو؟ اللي في ون بيس؟ الجي بي اس عنده مضروب؟ عن جد؟ شجعتني أحضر ون بيس إذا هيك بما إنه في شخصية اتجاهاتها ضاربة زيي. نبتة ايش؟ برنجال؟ هيك اسمها؟ احنا في عنا هون نبتة اسمها هندبة بيستخدموها في الاكل وهيك. فشفت هندبين فكرتها هي. تها؟ This might help me reach the climbing wall. اوه اداة بتساعدك على التسلق. Interesting. Hey Grizzly, this time I won't, and I have a legend about this very castle. There are many secret underground tunnels beneath Simberg's castle. People say that a huge treasure is down there, just waiting to be discovered. Many tried to find it, but none succeeded. في كنز بقول لك في 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 القصر. بس هذه شكلها من وحي اللعبة اللي كان يلعبها دانيال مع ال تعين المخيم الأولاد لأنهم هي موقع بدي بالآخر دي دانيال. One day a little boy accidentally dropped his cap into a crevice next to the castle. He climbed down to retrieve it but got lost. After many hours of wandering he met a strange old woman deep in the labyrinth. She showed him many beautiful caps but he rejected them all. He insisted that he only wanted his old torn cap. The strange old woman gave him his cap and as a present she gave him a lantern so he could find his way back. When the boy returned home he discovered the lantern had turned into gold later. No matter how hard he searched he never saw the old woman or found the entrance. شو هالخيال؟ شو هالخيال اللي في عقل دانيال؟ على فكرة احنا قصة دانيال هاي شكلها قصة من يعني مش واقعية فيها خيال وفيها شطحان. اوكي بقول لك القصر هذا ضيع فيه ولد صغير طاقيته بعدين لا حج. What was that? The hell? Hello? في اشي؟ Shit. It's here again. I can't risk. Father? Listen, not now. You pico! You pico! I'm dead. والله حاولت انزلك. انا فكرت وراح.
شو بيك بيكو؟ مين بيك بيكو؟ The hell؟ ما نزلش. ألو؟ أيوة؟ هلو؟ أنا وين؟ ألو؟ أنا؟ جش فاذر؟ جش What the hell؟ استنى اسمع، طب تقدر تنزل قبل ما ترد على التليفون؟ Shit, it's here again. Fuck, fuck, fuck. Fuck, it'll hear the cell. Fuck, it'll hear the cell. What? ايش في؟ فا 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 وين اروح؟ ايش بدك يا زلمة؟ Better hide before it finds me. Hello? يعني هو لازم اسكر الخط بوجهي عشان اعرف انزل؟ عاد انا والله حبيت انزل. Looks like I got away from it. Time to get the hell out of here. شو صار يا فتحي؟ ما هو علق الزلمة وانا فا 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 والله حاولت انزلك عشان ترد على بنتك بس انت مش راضي، انت حر. سكرت خط بوجهي عشان تنزل. It's your problem, Daniel. مش عارف شو صار انا. فوق 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 فوق. عملت سبام. عملت سبام لاكس ولا هي ايه؟ It looks like I could climb up here, but I need to get higher to reach the first hole. طلع لازم اجيب هذا القطع عشان يتسلق. Interesting. طيب. فوق 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 فوق. فوق فوق. فا 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 يا عم انا كل شخصية بلعب فيها بخليها فلفل. هلو تهل. طب ايدك مش واصلة فوق؟ ولك ايدك اصلا ايدك مش طبيعية. انزل انزل. كأنه المكان معلم بالدهان الأبيض ولا لا؟ هلو؟ فا 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 ولا يمكن ولا يمكن أي لعبة أخليها عبارة عن لعبة على البلاي ستيشن 1 مقحوطة وبنحاول نمسحها بكالونيا. متذكرين أيام بلاي ستيشن 1؟ كنا نجيبها ل... يبقى شو استهلكنا روائح وعطور عشان ننظف السيديات وعلى الفاضي. مقحط ما هو يعني كيف بدك تشيل أحط من سيدي بالكالونيا أو بالعطور كيف؟ أحلى تميمي. يا عبد الرحمن هلا سيكو. لا بس واضح إنه شكله لازم يسكر التليفون بوجهها عشان ينزل لأنه غير هيك ما حيزبط. I think أبصر. ضلك طس 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 طس. لا ونجيب قطن قال مش عارف ايش قال عشان يكون ناعم على السي دي وما يقحطوش بزياده. السي دي ماكل هوا واحنا ابدا لن نستسلم. بس في بعض الاحيان كان يزبط صح، وكان دائما دائما تكون ريحه ال دائما ريحه البلاي ستيشن عطور. لا تنسى معجون الاسنان. معجون الأسنان؟ ما عمريش استخدمت معجون أسنان بس كنت أستخدم عطر أبوي. أفضل منظف لسديات البلاي ستيشن. بس كان يسب علي يا للعن. وهي ريحة الغرفة ريحة والبلاي ستيشن بلاي ستيشن عطور. كله عطور. أبوك هلكتنا. يا سلام. اسمع انا بقول كب حالك او يا حلاوتك.
العدسة اللي بتقرأ سي دي ما لها نصيب، إلها نصيب، كانت منعنشة عطور. استنى، شو قصة معجون الأسنان هاي؟ بعرفهاش. صابون؟ لا هذا انت مش مخلي معق، انت بتعقم ولا بتنظف؟ There's no way I could jump over that. اه كيف تنط؟ ليه؟ اه ده They're arranged to look like there's no way through. Break in؟ هذا تعقيم. احنا وين رايحين؟ هيه دخلنا القلعة، القلعة اللي تقلعك، هلكتنا. لا لا القلعة اللي مش تقلعك حبيبنا دانيال، هلا بلاش يزعل ويتوه. بس برضه حسان انت ركز يعني. يوز I've got to break through this. الله يسعدك تركز، شكلك تجيب منشار ولا اشي. اشتغل مرة بعد معجون الاسنان وحرم. كانت تغسل الشريط بالصابون؟ لا هيك كتير. اشتغل مرة وخرب، اكيد حيخرب. سوس قصدك. اشتغل مرة وبعديها سوس اسنانه للسي دي بعد المعجون. صار عنده تسوس. لا احنا اكثر من ال كنا نستخدم الكالونيا مش العطور، الكالونيا هاد اللي بيحطوها بعد ما الواحد يحلق دقنه، مش بحطوا كالونيا. فا اه الله يهدي سرك يا دانيال. دانيال اللي ماشي صباب الحمد لله. حسان انت نحس. لا لا حسان انت كان وقع على الحديد وصار ميت. حسان انت نحس، حسان خدها قاعده، انت نحس نحس. وك ما لحقتش خلص جملتي وانا بمدح فيه، ام وقع كسرت الخشب، نحس انتهى الموضوع. نحس رح اركز رح اركز، بس اهم اشي الشباب والصبايا الحلوين ساعدونا اذا تهنا. بس بما انه يما بسم الله، بما ان احنا حاليا داخل قلعة فاعتقد المكان محدود، فالتوهان فيه المفروض ما يكونش نفس توهان الغابة. مفروض في باب بس مش حاضر اوصل له. هذا البوابة هذه كانها بنته سطيلة ستيلا. Incredible. They've been trying to fix this place for more than 20 years. I bet that in a different reality they'd have finished the repairs ages ago. كانوا بيحاولوا يصلحوا هذا المكان من سنين طويلة. Let's hope that this is the key to the front gate. مفتاح البوابة. هاي. شكله لازم نشيل هدول. ليش انت فتت، انت فتت القلعة من ال من الخلف وصرت بدك تطلع منها؟ طول بالك. احنا شو مهمتنا؟ اوه نلاقي دمية البنت. اه صحي حكت انه The vertigo's back. Maybe the potion can help me. Oh again. Yes, potion, potion. Purification, calm mind. Yeah, hi. Drinking the potion prevents you from being confused. Vertigo. Okay, devil's eyelashes. رموش الشيطان. رموشه. God. Place devil's eyelashes in water. مباشر. هذا اللي بدنا اياه. هذا. Okay. Hey. Crushed licorice root. نبتة السوس. licorice. معناش جذور، فهذا معناته انك بدك تعمل هيك وهيك. بالضبط هي licorice. crushed يعني هيك. بعدين هيك. Two fresh bachelor button leaves. هاي bachelor. هاي ليفز. لا هذه بيتل، استنى اقطع.
ركز الله يرضى عليك ناشنا عودين تو. هاي اول حسن حسن مش كراش مش كراش قطع تاني ملوخية صح كراش هين بين روت اوكي حسن قطع كراش هيا شكون مش هو اصلا اشرب شرابي ريا وسكينة شرابي are you fine بطل يدوخ this totem or whatever it is that is this makes my head spin طب اكسره اكسره زي بلير ويتش throw down that's just bullshit I don't believe these things are causing my dizziness لا يا شيخ لا هي لمس هي اللي مسببة دوخانك في سلم هدول التوتل careful this one could crack شو يعني careful this one could crack في خشب بينكسر يعني اوكي لا اخوي ما عنده قناة في اليوتيوب شغال الدواء الدواء شغال بوشن ويت انا كنت راح اخش فيها هديك بس لا الموسيقى اللي شغاله بالخلفيه حلوه انها اوه عصفور مربوط This is sick بس رهيب حبيت الفكرة والله حبيت الفكرة التعويذة هاي it's nice طب والعصفور حرر العصفور وبعدين كب التوتم ولك العصفور العصفور عايش What the hell am I dealing with? انت غبي ولك رمى العصفور بال... بتيش ألعب حرام عليك يا زلمة بكل عنف لا هلا إضافة هورايزن حصرية على بلاي ستيشن 5 أكيد لأن هاللعبة حصرية على بلاي ستيشن 5 أكيد الإضافة حصرية looks like I've just stepped into someone's playground كأنها ساحة لعب لحدا بقول لك ده موسيقى نايس بس أنا مستغرب شوي من شغلة يعني صرنا لاعبين ساعات كويسة من اللعبة مركزين على فترات النهار أكثر من الليل فترات النهار يعني لو كانوا مركزين على فترات الليل أكثر ومخففين توهان يعني لو عاملينها خطية أكتر شوي مع زيادة عتمة وظلام وأجواء بيصير منحى الرعب فيها أكتر لأنه هي بتحسها حاليا مغامرات تها مين شغل لعبة كاسلفينيا؟ في حد شغل لعبة كاسلفينيا؟ موسيقى What the hell is going on? I can't get a good grip. انت ايش بدك؟ I can't get a good grip. اوكي على فكرة اي شيء اعطتك اياه بالضبط بس انت بدك الكماشة. I can't get a good grip. The hell? Oh. برضو طب خلص باي ديفولت انا بعرف شو بعمل انا شغال مع اللعبه طالما اللعبه ما اعطتني شيء اعمله فانا راح اعمله احنا رجعنا هاي طريق الرجعه
موف. اوه راح اتحرك المنصة هاي كلها. طب طول طول بالك طول بالك. نشوف وين بدك نشوف وين بدنا نحركها اصلا. ها ها خذ خذ نباتات لانه استخدمنا اشياء. مظبوط. مش لو خلوها مثلا جو العتم فيها اكثر بيكون وضعها اضبط من ناحيه الرعب. نوصل هون اوكي. يعني هاي الموسيقى اللي شغالة حاليا بالخلفية هذا الجو تبعها نايس مش عاطل يعني. بس قد ما يكون موضوع النهار بعطيك طمأنينة أكتر من أي إشي تاني. المفروض هيك صح. أوه آه ايش هاي الزبالة المعلقة؟ ممتاز حسان يعطيك العافية. سحسل سحسل. اسمع دانيال امشي على نصيحة الشباب خلص ارجع. وبعينك الله خلص خلف حدا تاني. وهذه خلي الغابة تعتني فيها. وبعدين ما حكيتولي بهذاك الستريم خلص حسان خلي دانيال يروح. وخليه يجيب حدا تاني. تهال انا اروح. او ماي جاد اللعبة قلبت اساسن كريد. وين رايح فوق؟ اوكي او ماي جاد فادا. نفسي اشوفك من منظور الشخص الثالث كيف بتتسلق صراحة. والله وصل. حاسس وضعك في التسلق غريب. حاسس ايديك طوال زيادة عن اللزوم. Come on, you've gotta be kidding me. توتم ولك. اوه دب 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 شغال الدواء. دب دب مش تنكسر الخشبة اصلا طريقنا هيك. توتم توتم توتم. حزين العصفور. توتم ديستروي ذا توتم. تم تم طماطم. واي مش تنكسر انت. والله قلبك ميت يا دانيال. اوه لو انا محلك بعمل بنصيحة الشباب. مش هتحمل اطلع كل هدول. راح اموت اصلا قبل ما اوصل لفتحية. اوه تهل فكرت في اشي هون. دب دب. Get down. حزان العصافير. اوه خشب كثير خشب كثير. طيب يا خرب عقلق لق. وهذا حينكسر اكيد. هذا لا. اوه هذا طلع كمان. طب خلص مشوني للاخر. عمى لا تعرف شو انا عارف اي خشبه. هاي هاي هيك وهيك صح. انكسرت. شفتوا قديش انا فظيع. هاي انكسرت اوكي. توتب مدري وين رايح. ماشي على البركه بس هيها ظابطه لحد الان. ان شاء الله ما يكونش فيه توهان.
ما حسن. لا لا امشي هيك امشي هيك وصل. اوه شيش حمص انكسرت هاي. شيش في سلم وفي توتم هناك. امشي هيك كسرت. اوه منيح اللي مش متطلب اللعبة توازن. تقعد تجنننا توتم. اوكي توتم. والله يا عصفور انا بحاول اساعدك قاعد بس هذا دانيال منيل. دانيال منيل مش قابل يساعدك. برميك انت وتتمتم. هلو شو انكسر؟ انكسر الشر. شو انكسر؟ بدي اروح على السلم كان هوا. وين وديتوه؟ اوه هو لازم اوقع؟ ايش فيه؟ اوه يا سلام. اهو مات. فعيدوني من هون؟ لك عمى. طيب. اصلا ما متش للعلم. بس حبيت افرجيكم اذا انكسرت خشبه شو بيصير فيه. لإلكم هاي كله عشانكم. مين فيكم اشترى أواعي العيد؟ وثبتوها عندكم ولا لسه؟ في ناس بيقولوا العيد الجمعة وفي ناس بيقولوا العيد السبت على حسب الفلك ومش عارف ايش بقول لك السبت بس مدري مدري حابين يكون الجمعة ولا السبت. كسر هاد. نعم فاين. الجمعة انا حابب الجمعة كمان. جيت انقذك يا عصفورنا شايف. انقذك على الاخر. انا وين وقعت؟ ايوه تعال هيك. طيب طيب تعرفوا ايش هذه البنت الصغيره؟ اوه والله خطر عبالي اشي. البنت الصغيرة واللي لابسة احمر هاي اليانورا. هذا رح ينكسر. لا والحجة معقول يكونوا شخص واحد؟ مش تنكسر. ليش مايل كتير يا زلمة؟ هي ناقصة. معقول يكونوا شخص واحد؟ الصغيرة والصبية والحجة بأعمار مختلفة. بس ابصر مين بيمثلوا في حياة دانيال. حالة دبليو رياض حسين وألكسيا. عطلتنا من الخميس للإثنين صحيح. هم أعلنوها اليوم العطلة من صباح الخميس حتى مساء الإثنين. يب عطلة محرزة كويسة. Come on. ايش اللي بدك تحطها على اعلى صعوبه؟ The Last of Us. والله صعبه والله صعبه والله جننتني. بس الستريم الاخير تبعها بصمه. حدا متذكر شو صار في الستريم الاخير؟ آخر ستريم اللي ختمنا فيه اللعبة. حدا متذكر شو صار؟ صار إشي يعني للتاريخ للذكرى ما بتنتساش صراحة. حدا متذكر؟ هاي اللعبة اسمها Someday Will Return. شو ألعاب العيد؟ والله ما بعرف.
هاس حالي عندي معرض، شو جايبنا بضاعة بالعيد؟ مش عارف والله، بس هو جو رعب يعني، حاب ألعب ألعاب رعب. ممكن نلعب هوم سويت هوم مثلا، في لعبة كلاسيكية نسيت شو اسمها، أنا لعبة قديمة أيام بلاي ستيشن 2 نسيت شو اسمها، مسجلة عندي برضو حاب أجربها. هاي هي الدمية تبعت البنت. الله لا يوفقك ولا يعطيك إياها الفلافل، رجعتينا عشان هاي. Looks harmless to me. Armless. Mia won't be happy if I give it to her like this. تم فك تشفير صفحة. تقول ليش بدنا نصنع هلا ايدين واجرين للدمية؟ من وين اقرأ؟ اوكي، four more days. هذا دفتر مذكرات ستيلا. I ran away from camp and up here so I didn't have to be around anyone that doesn't believe anything I try to tell him. He is around when I need him. He is always away with... اسم إليانورا مخربش عليه مكتوب بنينة. ستيلا بتقول أنا إلي أربعة أيام هون، باجي على هذا المكان عشان أتخبى. أبوي ما بيصدق أي إشي أنا بحكي له إياه. هو موجود لما أنا بحتاجه، وهو دائما مع he is always away، هو دائما مع إليانورا. إليانورا اللي قاعدين بنحكي معها، بس مخربش على الاسم مكتوب نينا. أوسكار وأصحابه اتنمروا علي. When dad comes back everyone acts like nothing. ولما يجي أبوي بتصرفوا كأنه ما صارش إشي. بكرههم أوسكار وأصحابه. But they won't see me crying no matter how hard they punch me. Well, كانوا يضربوها. Well, from now on I will just run away with... run away. Wish I was back home. I'm never coming to this stupid camp again. Okay, ستيلا بنت دانيال كانوا يتنمروا عليها ويضربوها الأطفال. بين قوسين أطفال. Today was so perfect. Pavel lost his baseball bat and thought Oscar stole it. He punched him right in the face and Oscar started crying. I almost laughed out loud. I wish I was strong like Pavel. Pavel فكر انه Oscar هذا المتنمر سرق مقبض البيسبول تبعه، فقام ضربه فعيط Oscar. فستيلا فرحت لانه هو بتنمر عليها. I would punch Oscar so many times his head would fall off. Also هتلا؟ شو هتلا يعني؟ هتلا اسم حدا. Is still here and locked her in her and locked in her tent. All she does is play her stupid harmonica all the time. I wish someone would take it and throw it in the river. She can't even play one single right note. Any more squeaking and my head will explode. تقول ليش بدي أنزل كل اللي نزلته أو بدي كل اللي طلعته قصدي. أعطيني شورت كات. هات شكله شورت كات. شورت كات؟ شورت كات؟ شورت كات؟ Get down! Kill it! Kill it! Here it is. اديله! Must be the one blocking it. هذا اللي مسكر البوابة. أنا لعبت فاينل فانتسي 15 من أحلى الألعاب، جميلة جدا. كريتوس قال، مش كريتوس، نوكتس. كريتوس نوكتس وبرومتو وغلاديولس وإجنس. انتو علقتوني هون، أرد أطلع؟ جواب. نايس. بتركيش مايل ناقصة هي. نايس. والله يا وسام طالما الطريق ماشي فأنا مش رح أرجع. طالما الطريق ماشي فأنا مش رح أرجع مكان. يا
لأنه أنا تعقدت في الستريم اللي فات. وصل، فتح البوابة لأنه حكى إن المفروض البوابة فتحت. هلا إذا بده يكون في طريق أنت شايفها، فعلى الأغلب هذه لكولكتبل وأنا مش معني بصراحة. راحوا الإيدين. ها هاي كولكتبل. تيك إت. لا تعلق. رون دانيال، اوعى توقع، اوعى توقع. احنا اخذنا المفتاح، نايس. يس. I need to find a key to get out. اوه اوكي، فكرت مفتاح تاني. وصلتنا رسالة من اليانورا. وك اليانور انت، طب استنى شوي. هلا اذا انت يا ستيلا بعمرك الصغير ولما كنت في المخيم، لا اليانورا ممكن تكون حدا تاني كبير، بس دانيال مش عارفها. تمام. Hey Daniel, could you give me a call when you have a signal? احكي معها. There's something I need to ask you. Ask away. You told me that Stella might be at the camp. Well, I thought I could find proof of that, but then someone tried to burn me alive. The only thing I had a chance to grab was the diary. I know this sounds strange, but is it possible you were at the wrong camp? What do you mean? What? I'm not sure, but could there be a second camp out here? No. This is the only camp in the area. At least the only one I know of. Anyway, she's been there several times before. So it would make sense she'd go back there to hide. Hmm. That's strange. But just forget that I said anything. But you must have some reason for asking. Did you find something there? It's probably nothing. I'll talk to you later. Wait, I... في مخيم تاني. في مخيم تاني غير اللي احنا كنا فيه قبل شوي، لانه اليانورا بتقول له معقول انت كنت تدور في مخيم تاني؟ هلا ايفا، عليكم السلام. ايش هو؟ في مهمات بلون بنفسجي؟ هل هي اضافة ولا مهمات جانبية؟ مش متذكر هالتفصيلة معلم. تفصيلة الالوان شو هي في اللعبة ما بعرف. بس الا يكون مبين، الا يكون في عندك قائمة الكويست. هاي في عندك الكويست ليست، هاي بتذكرها، بتفرجيك شو المهمات اللي عندك. وبرضو عندك في الخريطة لما تحدد على كل ايقونة بتعطيك بالضبط شو هي، هيك بتذكر. بس ممكن ايفا تساعدك، ايفا لعبة فاينل فانتسي 15. يب. حسان لاتو. كيف نرجع للبنت هلا؟ ركز. جي بي اس مفيش. طيب حسن لا تتوه حالك، حاول قد ما تقدر يا فسفس. وانا لا. طيب ايش التو دو ليست؟ وين راحت هاي؟ سويتش. ايوه هاي. اوكي بدنا نرجع للبنت. يس، هون محل ما تهنا. اوكي. هذا المكان المفروض حفظناه. هذا المكان المفروض حفظناه. لأنه احنا اجينا هون وتهنا السبع توهات. فاحنا هلا بدنا نرجع.
يس بدنا نرجع للبنت اللي كانت قاعدة على الصخرة. اوكي حبايبي لا تتوهوني، في طريق من هون. اوكي ممتاز، يلا منيح التوهان اللي تهناه بالستريم اللي فات ساعدنا نوعا ما، لان انا هاي الطريق متذكرها لانه هي اللي فتناها بالغلط. يما يا بنتي يا ليا، جبت لك دمية اشي بجنن، بس راس لا ايدين ولا اجرين، يعني رح تنبسط كتير فيها. انا فكرت حيكون في مهمة نصنع الايدين والاجرين. ايوه من هون من هون، هاي الطريق الجانبية صح؟ انا وين دخلت؟ نو بليز، هيا هيا جز شجرة ال شو اسمه؟ شجرة الجذعين. او ويت، فخلينا نعمل هيك لان احنا بدنا نرجع. ركز الله يرضى عليك. تمام، وبعدين روح يمين بما انك اجيت الشمال. هاي مجسم الكلاب، اوكي ممتاز. شو؟ مفروض احنا قربنا منها. شي كانت فوق؟ ولا لا؟ باليز باليز طب نو جي بي اس، طب وين الخريطة؟ انا راح اضلني متبع الطريق الاحمر. استنى، هو الازرق لوين بوصل؟ خلصنا القلعة فاحنا بنرجع برجوع. اسمع اتبع الطريق الاحمر، ما لقيت اشي اتبع الطريق الازرق صح؟ اعتقد هيك اضبط اشي. بدل ما نتوه. طب يعني هي البنت الصغيرة هاي ما عرفت مثلا تيجي معاك وتستناك برا بما انها خايفة كتير؟ ايش شغال دليفري؟ اوبر؟ رايح انا. حاس حالي بعدة الزيادة. أنا وين؟ أو لأنه أحمر ومعلم عليه بالأحمر فأنا مش شايف. لك شكرا على اللايكس، يسعدهم. يا رب نور لنا الطريق في هاللعبة اللي عبارة عن توهان رسمي. وين أنا؟ What the hell is this؟ هو لو خففوا موضوع الاستكشاف على فكرة أنا بعدت كتير، أنا بعدت اعتقد ان انا بعدت. ليش الدنيا هيك صارت؟ الدواء عم بخلص مفعوله. انا
والله يا ظفيري، إذا عندك فكرة عن الطريق قل لي، لأنه واضح إنه تهنا. اللعبة ما بتعطيك بالنسبة للحركة، الاتجاهات بتتوه، والله والله بتتوه. يعني هو المطور، يعني المطور الله يهديه مبسوط على الغابة تبعتهم في الجمهورية التشيكية هاي، ف معطيها حقها وزيادة. وصلني مسج. الو، شو وضعك؟ بتقلي حاس حالي بدي استسلم. عن جد هاي حاس حالي اكتئبت. حاس عم تكتب. اللعبة قرأت افكاري، وصلت لحالة اكتئاب. بتقولي طول بالك يا دان، شكلي وصلت لإشي رح احكيك قريبا. اللعبة حست فيه. بس هيك صح؟ يعني انا ماشي بطريق صح؟ ليش هون صار؟ يخرب عقلك لق. اوكي كمل كمل. نطلع. ايوه هي جسر. كل هذا عشان نرجع على الطريق الاساسي. حاس حالي بلف بالسياره ومش عارف افوت على الطريق الاساسي. اها ارجع للكنيسه، ارجع 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 الله يهديك. في باب حديد، احنا كنا هون. اكيد مش هتفتح طبعا، انه واضح انك شورت كت. في اشي وراك اخي بدي تاخذك. اوكي روح الكنيسه، روح الكنيسه. جريس تو من الركض. لعبه زي هيك بدها فاست ترافل، انسى. بدها فاست، شو فاست؟ فاست فاستست ترافل. بدها فاست ترافل بجدارة. بدك تفتح الخريطة كل ثانية بس عشان تعرف انك ما رحتش من طريق ما إلهاش لازمة. والله والله عليك مهدى بال أهلك. الطريق الأزرق من هون. إيه الحمد لله. انتهى؟ أحلى دروب فريم. سدو دامن. Where is that girl? Oh great, it's the droning hag. But maybe she can help me find Leah, unless she ate her. هل ممكن تساعدني الاقي ليا الا اذا اكلتها؟ حيلا ظفيري ارجع القلعه. ليش؟ احلى ظفيري ارجع القلعه. She was supposed to wait here for me. You didn't happen to see her. No, I haven't seen Stella. Her name is. What did you just say? هي حكت ستيلا. Why is she lying? حكت ستيلا. When I first got here, she chanted some weird rhyme about falling down, or is that just you will receive our most sacred body. It begins now. Running around here, there, little precious bird caught in a cage. I haven't seen her today, at least not yet. It was a long way down, wasn't it? Stop lying to me, and just tell me what you know. Why are you shouting at me, young man? I'm sorry. I hear whispering and damn voices. My brain feels so messed up. You don't hear any voices, do you? I might be old, but you also think I'm deaf. One thing you can tell, they really are mad at you. Who are they? This forest is ancient, and it has a long memory. Once people knew how to listen and learn from it. Now you only hear yourself, your phones, and your own silly problems. You don't care about the land anymore, but it remembers you. I've been here many times in the past. I never heard these whispers before. Because you didn't want to hear them.
You said you're looking for a girl, didn't you? Do you have anything closely connected to her? I have her doll, which I was supposed to bring back. That won't do. She didn't give it to you. I am also looking for my daughter. That must be the reason why I came here. Years ago, she gave me this amulet as a present. Ah, that's all you need. Now listen to what the voices have to say. It's just gibberish. It makes no sense. You are hopeless. Maybe you just need to clear your mind. There's an old recipe that can help. It's called True Sight. وصفة جديدة. Cook crushed mandrake root, then throw in 2 old psilocybin mushrooms. Crush 2 leaves of nightshade and منال العالم. Finally add single crushed devil's trumpet. الشيف فتحية. Cup of this potion and you will see where the land. احنا عندنا inner sight هلا ترو. Oh shit, she's a total nutcase. Both. How can I believe any? I don't think that you have any choice. If you want to find who you seek. Now, leave me alone, young man. I need to rest. Just come back when you manage to make the potion. I want to see if you survive drinking it. Okay, الحجة هاي هي شكلها البنت. هي شكلها البنت الصغيرة وهي شكلها اليانورا. شكلها بتعرف بنته لأنها اجت تحكي استاء بعدين وقفت. بتقول له الغابة هاي قديمة جدا وبتتذكرك. بس انت شكلك مش متذكرها. فابصر شو العلاقة، ابصر شو العلاقة بين دانيال لما كان مشرف على المخيم زمان والاطفال، وابصر شو صاير، ابصر هو شو عامل. المهم بتقول لي اعمل هذا البوشن اللي اسمه الترو سايت عشان تسمع الاصوات الغريبة اللي حواليك اللي انت مش عارف تسمعها. شكل الاصوات اللي عدنا نسمعها طول الوقت. الفيري بالله احكي لي هلا. شوف اللعبة هاي واضح انه فيها كتير اشياء جانبية، دير بالك. هل موضوع الدمية هذا وأجزائها إشي أساسي ورح يعطيني مثلا مفتاح، رح يعطيني إشي؟ لأن هاللعبة حاليا ماشية، فأنا ما بدي أرجع وخلينا نقول يعني عشان أكسب وقت، لأنه إحنا ضعنا كتير وضيعنا وقت كتير. أوكي، مبدئيا أنا متبع معك، شافك يا ذفيري والشباب. شو اسمه، مبدئيا أنا رح أمشي زي ما هي حكت، نعمل الترو سايت هاي. القلعة فيها الأكياس المعلقة فيها قطع الدمية. طب هل عدم، أنا ما بدي أرجع للقلعة معلم، أنا ما بدي أرجع. اللعبة ضيعنا فيها وقت كتير، أنا ما بدي أرجع. إذا الإشي مش أساسي. تعقدت أنا. هاي الترو سايد وكيس أدت فيري. إذا الإشي مش أساسي انتبه. أنا تعقدت، أنا بدي أمشي. True sight. Crushed mandrake root. كرش أحلى روت. كرش. عنا الفطر. Two whole fistfuls. تمام. Crush and add 2 leaves. هنبين. هاي أول. Crushed. Leave. تمام. Crushed root. لا. Devil trumpet. طيب. Root. Crushed. Yes. True sight. اعمل ملوخية. في شيء صار اخضر. This all happened the second time I was there. 5. No, it must have been 4 years ago. That voice. I recognize it. That's some crazy shit. And there was a fire? You bet. And the worst. Come on. My fault. You were only what? 9 years old? And where was he when this happened? Yeah, I don't know. He never told me. It didn't end well. Stella? إذن البيت اللي انحرق في المخيم اللي حرقه بالغلط وبحادثة هي بنته. وكانت بتحكي مع ولد. شكله هذا ألكساندر اللي حكت عنه إليانورا.
قاعدة بتشكيلها بتشكيله همها بتشكيله همها. هي لا اللعبة ردت علي. هي في طريق. I tried to stop them but they were too strong. They just punched me in the face and when I fell on the ground they kept kicking me so I stayed there. Fucking assholes. So what happened next? They continued with their damn Inquisition crap, threatened to burn the other kids in the bonfire. I was so scared, Alex. Alex. So she was here with Alexander. But what really happened back then? I hope the memory doesn't stop here. Oh. I need to know the truth. لا مش هي يمكن اللي حرقت البيت. حبيبنا ظفيري بدك فتوش احكي لنا اطبخ لك. هي جزئيه للبنت فيها تحرير ما تحرير. فهمت قصدك. يلا مش مشكله بخلف غيرها. مشي مشي اعمل حالك مش شايف. بخلف غيرها بحرر غيرها قصدي. بس اسمع وكل لعبة اعطتني طريق بس يمكن هذا مخصوص لهدول. بس مش مشكلة مشيتني اللعبة مشيني مشيني. And they ran away when the fire started? Yeah. I tried to put it out using an old kitchen pot which was completely stupid. شكلهم الاولاد المتنمرين هم اللي تسببوا بالحريق وهي اللي اكلتها. Did you ever tell him what really happened? He never listened to me. Later the kids told him I started the fire. تبلوا عليها الاولاد المتنمرين بقياده اوسكار. هم اللي حكوا انه ستيلا هي اللي حرقت البيت والاب صدقهم وما صدق بنته. عشان هيك هي بتحكي انه ابوي ما صدقنيش. وين اثار؟ حبيبتي لعبة ايوه اعطيني وك انا لسه بحكي. شكرا يا سبحان الله انا لسه بحكي. We had to leave the next day. He was so angry that he completely stopped talking to me. Did you ever get a chance to tell him the truth? No. And I don't care. He never explained why he wasn't there either. The only thing he really cares about is himself. Shit. This makes me angry. Let it go. It was a long time ago. I'm glad I met you. That's all that matters now. ولا شيء. باختصار البيت او الخيمه اللي انحرقت في المخيم اللي حرقها الاولاد بقياده اوسكار اجت هي تحاول تطفي الحريقه ما قدرت لانها بنت صغيره بالنهايه وبالاخر تبلوا عليها. دانيال ما كان موجود ولما رجع صدقهم وكذبها وهي ما حكت له الحقيقه ويعني زعلت منه انه ليش تصدقهم وتكذبني. والاثار يا محلى الاثار. I love this place. The water always calms me down. Further down, there's a much bigger bridge. Wanna go there? Sure. Let's go. شكله هذا اللي اسمه ألكساندر هو الوحيد اللي كان بيسمع لها ومهتم فيها. احنا خلينا نجمع نباتات لانه موضوع التروسة. لسه في اشياء هون. كمل. لا تتوه حالك. What's wrong? Can we wait here for a while? You're so pale. Maybe we should go back. It's nothing. Let's sit down on this rock. I'll be fine in a minute. بقولها خلينا نرجع. Let's go. انت Are you sure you don't want to go? شاحبة جدا. I'm fine. Let's race down the hill. The last one to the ridge is a rotten egg. Wait. بس هي كملت قالت له انا بخير. خلينا نتسابق بس وجهها شاحب. ابصر شو مالها ستيلا يعني غير هاي القصة أكيد في إشي أعمق من هيك يعني. أنا بدي أعرف دانيال شو هبب. دانيال شكله هبب إشي غير إنه كذب بنته. وين الطريق؟ أيوة بليز لا تروحي. لا وين الطريق؟ أيوة بليز. إحنا شكلنا ماشيين على الطريق اللي مشيوها ألكساندر وستيلا قبل. شكله رايحين للشجر. ايوه It seems to me that the potion led me here on purpose. Leah must be linked to all this. But how? Leah
ليا مربوطة بكل هاي الأمور بقول لك بس كيف. I love how rivers flow so fast. I sometimes think, what would happen if I just jumped in? Where would this one take me? You would drown. Do you think it goes all the way to the sea? I've never been to the sea. One day I'm going to take you. Damn, the memories faded away. راحت الذكريات بقول لك. شو صار؟ صار في هون إشي جديد. It's raining like crazy today. What fun. Now we're all stuck in this damn camp. One thing I have to admit. Dad knows how to play guitar and sings really well. But I'm still not speaking to him. A couple of boys tried to talk with me, but I could care less. And Alex now seems grumpy. Is it because of the rain? Actually, it's good. I don't have to walk around. I feel so smashed again. الدنيا عم بتمطر وقعدوا داخل الخيمة وأبوها دانيال كان يعزف على الجيتار. طيب. Yesterday was so wonderful. I didn't have time to write, but I spent almost the whole day with Alexander. We saw the stone labyrinth and it's amazing. It's full of beautiful rocks and weird twisty little passages. I love that place. When we reach the heart of the labyrinth, في متاهة. تقول ليش labyrinth؟ متاهة إيش وأحجار إيش؟ حل عنا يا. Alex asked me about the Lucky Leaf Fire. At first I wanted to run away, but then something about that place was so insanely cool. We sat down under the huge tree. Oh, احنا رايحين حاليا للشجرة. I don't know what he thought, but at least someone finally listened to me. If he doesn't believe me, this then screw him. I'm proud of myself for hiding how hard it was for me to walk. He didn't have a clue. The pain is terrible and comes on. Oh wow, استنى شوي. هلا هي مالها إشي. هي مالها إشي بتشعر بألم لما بتمشي في بعض الأحيان. بقول لك بيروح وبيجي الوجع تقريبا كل يوم. ابصر ليش. بس هم راحوا للشجرة المفروض. أنا إيش موسيقى سندباد؟ سندباد لا يخاف في كل البلاد. وين علاء الدين؟ تهيو كانش هذا الموجودين لما لحقنا الصور. خلاص خلاص وقفت الموسيقى. ليش كمل. ماي جاد يا ليل يا عين. بدي اخذ بدل النباتات اللي انا. اسمع اذا كانت النبتة اها شكلك رح تجيب النهاية السرية بالصدفة. قصدك نهاية رح تكون اسوأ نهاية سرية. اسوأ نهاية سرية. لا لا بس على فكرة في شغلة الألعاب اللي زي هاي هلأ ممكن تنعاد في حالة واحدة يكون مر عليها وقت طويل وحابب ترجع تلعبها بس بنفس الوقت انت عارف الطريق او حافظ الطريق لانه اعتقد موضوع التوهان ممكن يخليك. شو هاي ايش اخذت؟ ايش الموسيقى؟ كولكتبل؟
اسمع عجد شكلي راح اجيب النهاية السرية لسبب انه راح اجيب كل الكوليكتبلز وانا مش داري. انا في اول تختيمة لاي لعبة اخر هم الكوليكتبلز، يعني بخليهم سبب يخليني ارجع العب اللعبة مرة تانية، ما بجيبش كل الكوليكتبلز من اولها اصلا، صعب الا اذا انت كنت مثلا جايب بجايد اشي يرشدك من اولها، بس انا بحب الكوليكتبلز لبعدين. Now what؟ هاي البنت يقصف عمر عدوينك. عيطي عيطي عمى، فتلت غابة الامازون كلها عشان الاقيك، اعطيها اللعبة. عصب عصب like a complete idiot. Awesome. You can't even wait for me a few damn minutes in a safe place. You know what? Keep your stupid dog. Yeah. I'm done with you. Leah, please come back. I'm sorry I yelled at you. I was just so afraid the beast got you. Oh, shit. دانيال انا بصيح من وراء الكواليس ولكن انت لا تصيح عليها. الله لا يوفق عدوينك. شو هال على فكره اللعبه مجننتني بس في تخاطر رهيب. ولك دانيال لا تصيح البنت، انا بصيح من وراء الكواليس هي مش راح تسمعني. وجع يخرب بيته صيح عليها ورمت اللعبه بوجهها. عمي انا مستحيل اعمل هيك مع اطفال، حرام. مش اوكي يعني راح اعذر انه مش قلت لك بدي استناني او استنيني خليتيني افتل يعني هيك، بس هذا يخرب بيته جد. يعصب عليها جد. وين راحت سعاد؟ هيا ركز ركز. الله ما انت شايفها بتبكي، فابصر شو صار معها. بقولها انا كنت خايف عليك ياكلك الوحش، بقولها عشان هيك صيحت. هلا شوفوا ربنا الله، انا اذا مثلا بخاف ولا بقلق خاصه لما الموضوع يتعلق باطفال بعصب ابو بعصب والله بعصب، انا بعصب من الخوف، بكون خايف بكون قلقان. اذا وصل عندي الموضوع لمرحله مش بس اطفال، لا 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 بشكل عام، اذا الموضوع مهم ووصلت فيه لمرحله قلق توقفش بوجهي، توقفش بوجهي لانه راح اكلك بايدي واسناني. راح اكون كثير معصب، راح اكون كثير معصب. مثلا طفل زي هيك مثلا يختفي ولا مش عارف ايش، اوه بنجن. يما انا وين رايح؟ اعتقد طريقك صح لانه كله جديد حاليا. ما احنا ماشي احنا في عنا اشي غير انه نمشي على البركة معلم، في احلى من المشي على البركة. ما عنديش غيره، ما عنديش حاجة تانية. ساسر حسان ايش بالنسبة للموسيقى مثل جير؟ خلي البنت سايكو، جبت لها دمية مكسرة. اذا احدى الطرق اللي بدك تعملها عشان تغير النهاية انك تلم قطعها من الاكياس المعلقة. اذا اعتقد بدك تحرك السلم صح؟ بدك تحرك السلم عند كل عمود وتطلع وتقطع الكيس كنه او اشي. عتمت الدنيا عتمت. ايوه دب 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 دب. ايوه عبد الله تمام. يلا مش مشكلة. هذا اعتقد اشي بأثر على النهاية، انا هيك ان شاء الله رح اشوف النهايات. I need to get to her and fast. بس نخلصها. هي؟ مارغريت بيكر. مارغريت. تمام. عملت فيهم حجة في صرصور. هي هي راحت الحجة. يي الحجة صارت فسفس. شو حكت سبوبة؟ maybe she actually came to help Leah. هي اجت تساعد ليا بقول لك. هذول ليش طاروا بالهواء قلبت جاليريانز؟ ايش حكت سبوبة؟ شو يعني؟ help me.
Unknown. L is for Leah. Who burns in the pyre? What the hell? I'm gonna kill you! في صراصير! هلا بتقولي لي هيلب بعد ما اختفيتي. يلا مش مشكلة. صغار بعيننا الله متحملهم. أطفال. أحباب الله. اسمع احترامي، كل طفل وطفلة يجب أن يكون الشبشب جزء أساسي من التربية. الشبشب يجب أن يكون بس الشبشب اللي هو القطني، بدناش التقليدي البلاستيك، بلسع القطني اللي بس يعني الشبشب يجب أن يكون من ضمن أعطي نصائح. بس إيش عملت بالسبوبة اللي ضربتها على الأرض؟ هيها هذا هو تيك. She was able to keep those things at bay with this. بدك تستخدمها؟ أوه stasis. You have acquired a stasis totem. From now on you can. ممكن تسكت شوي. خلي ركز. From now on you can put unsuspecting enemies and sometimes even the environment into temporary stasis. By holding LT, your totem will start charging. The more you charge it, the longer stasis lasts. After you release LT, you will plunge the totem into the ground, creating a stasis field. Be careful though, you cannot use your totem on hard surfaces. Oh, بده سطح أملس. You can use the totem as much as you like. Be aware of overcharging it. You will lose all your charges. The totem is not strong enough to affect transformed enemies, so we'll still have to hide from them. ما بيأثر على كل الوحوش. The stasis totem can also affect the environment plagued by dark cocoon. Putting them into stasis can sometimes clear. ورح نستخدمها لعمل طريق أيضا مش بس. يا بنت الحلال استني. شو هذا؟ Help me, help me. Help me. Does. إيش؟ Hello. في حدا مخنوق. الصوت عبيط. أنت مش ضو؟ ألست طريق؟ طب ليش؟ أو أطلع. اوكي لا لا طريقي اكيد غلط ولا لا انا حاسس حالي لفيت اللفه طريق فتحات كأنه اللعبة بتغني وأنا بلحن أو بالعكس اللعبة بتلحن وأنا بغني وات وين إحنا؟ ليش هيك الطريق صارت؟ لا صح بس كأنه هذا الاشي اوه طيرني يا طاير ممكن تمشي كانيرون يا لولوي زغرتي اوف علينا ويردت يب
وات؟ شو يعني ايش نمطك؟ شو يعني؟ مش فاهم شو يعني؟ شكله رح اوه لازم نفتح طريق I think. بس خلص انت هدول تسحصل وراهم مفروض مش عارف ما قليش المشكلة انا ما قليش غير هذا الضوء فيش غيره ك اشي بس الدنيا عنده بتسكر هو على الاغلب انا اوكي راح اضل امشي اوه ماي جاد يو نو وات اوه شات اب امشي خلصنا امشي طيب خليهم يحرقوا المكان عمى طيب خراكي هيك اخلص خلصنا عمى شكرا زيكو هو طلع من نفس الطريق اللي باجيها بس مش شايف انه في حتة كده تمشي منها حتة سودة من اليلة يا خراكي هيك اللعبة يا مسافتي اوه كمان لا تطلعوني خلاص اه اوكي يا امي اللعبة لطب هذا يوقفني عشان تبي تركضي يا ليا ليا ومش ليا ايش على ضوك مش ناقصها فلعب المشكلة أنا عندي فضول أوه كوليكتبل عندي فضول أعرف هذا اللي اسمه دانيال شو هبب تهى قلبت بلاد بورن في خرابيش هون دير بالك أوه شراب أوه قلبت بلاد بورن قطعني حتت خلصنا طريق Fuck they're gonna burn her I've got to get there before them اركض 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 يا دانيال حيحرقوا البيت يا دانيال اعطيني الطريق انا مش شايف حاجه يا دانيال ايه المصيبه دي يخرب بيتك يا دانيال فين المكان نهلب ولع شايف اي طريق نحاول حلولي الحرائق الدنيا فلافل تصلح فيش تصلح we are going to die she's gonna die we are all going to die احنا لسه في تشابتر 5 وشكله اللعبة مش هتخلص اوه من هون صعب عملنا طريق هي طب ما انا عملت شو حكيت انا كبست الستيسس هون ولا لا كبست بس عشان السطح مش املس ما عمل للطريق بدك ترجع لورا كنه ولا تمشي لقدام ولا ما بعرف اي داهية بدك هيا عملنا طريق طلوع ما بقولك انه على السطوح الهارد سيرفيسز ما بتشتغل هلا فهد وانت بألف خير الله يسعدك Fuck! They're
They're gonna burn her. I've gotta get there before them. هلكتينا هلكتينا يا مندلينا. أنا ضربت العصاية بس جنب هذا الطريق جنبه فما تفعل. شيش مان شيش كباب بالحمص. And we always came here. We would stand on that little wooden bridge over there to watch the brook. Hello, Evelyn. Stella loved that. Having a dad like you, why did she run away? I don't know. The longer I'm here, the more distant everything feels. As if those days happened so long ago, I can't remember them. Don't say that. We have to find Stella. After what happened to you, the only place you're going to run is your home. Don't worry. My home won't run anywhere. I promise to show you where the beast lives. You're not going. I am too. I lost something special in there. So you can come with me or stay here all by yourself. Come on, follow me. Wait, don't run away from me again. ايش الموسيقى؟ اللعبة قلبت أبليك تيل؟ اللعبة قلبت أبليك تيل؟ اوكي كوبي رايت؟ Très bien. Ornie copyright. Akid copyright. البنت عبارة عن فلاش. اللعبة حطت للبنت تيربو وخلتها تركض وتوصل لآخر اللعبة. مش طبيعي قديش انت بطيء او هي قديش هي سريعة. كوبي رايت بجنن. وليا هادي ابوها اسمه فلاش وهي سريعة كتير. Don't tell me I have to go inside again. احنا رجعنا لأول اللعبة. Are you scared? The only thing I'm really scared of are spiders. But spiders are nice. My grandma always told me that they help us by catching flies and mosquitoes. Yeah, and hunting deer. Something happened to me when I was little. Ever since, I could never stand them. Do you think we'll find Stella inside? I don't really think so. I've been there twice already, and even if it looked like she might be there, there was no sign of her. Maybe you didn't look deep enough. Look, this is where I go in. Wait, I can't squeeze through here. So take the front door and meet me inside. انت خايفة تفوت القلعة. Damn, she's gone. انت خايفة تفوت القلعة بس مش خايفة تفوتي هذا المكان. اسمع خلص انت وياها متفاهمين. خدها ربيها بدل الستيلا وخلص. صح. خلص ياخدها بدل الستيلا وخلصنا. ردينا رجعنا هون احنا. ردينا رجعنا هون. I knew I would be back here. I just need to understand one thing. Why was I so sure of that? There's a hidden part of me which knows things I can't remember and way more than anyone could know. Yes, واضح انك انت فاقد الذاكرة يا دانيال. وعامل بلوك للذاكرة في دماغك. ابصر شو مهبب هون حبيبنا. خلاص هي مبينة شكلك قاتلها لستيلا
والغابة متذكرتك ومتذكر الهباب اللي عملته. No wonder people are missing. I just hope Leah knows what she's doing. Yes. ستيلا ما اجت. مات. كيف متت؟ ها ايش صار؟ او تها لا ما ماتش هذا. And of course the bunker goes deeper again. The bunker goes deeper again. الخندق يا بندق. Carefully. البنت اللي اسمها ليا هذه غريبة وراح تجننا. لا هذه مش أبوه، هذا مش أبوها يا نانري، مش أبوها، هو بيدور على بنته. هاي اسمها ليا، بنته اسمها ستيلا. الله يسرع أهلك. نقستيني نقستيني ستيلا. ليا استني. رجعنا للأقفاص. صار في دمى بالأقفاص. I'm so glad that you're still here. Don't worry, I am. I was worried the beast was going to burn it. Like he did to the others. Are the dolls talking now? It's too late. We can't help them. إيش هذا الإزعاج؟ الدمى بيحكوا قاعدين. قصدك الدمى بصيحوا. هلو He's here. الوحش هون. احلى اشي ان الوحش هون ودانيال حاطت ليا في المقدمة. حاطتها هي كبش فدا. قال امشي امشي انت شوف الوضع وانا بلحقك. حاطت البنت الصغيرة في المقدمة. اخرب بيتك ولك مشيها جنبك او وراك. أجرب من عنده بنته هربت أو تركته. قال في وحش. طيب امشي امشي انت قدامي وأنا بلحقك. يخرب بيتك. تعال يا أهل. إيش بيعمل؟ ورا السايكو بيحرق الدمى قاعد. لما يحرق آخر وحدة رح يلحقني. يفسر بعدين هذا الوحش شو بيمثل يعني. واضح انه بيمثل اشي. I'm grounded. It's all started last night. He gathered everyone around the campfire and actually told some cool and scary stories about this place. How could that a-hole tell everyone those bloody lies about me? I did not start that damn fire. I hope he chokes on his food. Anyway, I didn't say anything. I just got up and left. I didn't know or care where I was going. I just ran. It was so dark and cold. I didn't go very far before I found an old rusty door. It must have been one of those old war bunkers inside. I found an old smelly blanket, wrapped it around me, and somehow managed to fall asleep. The floor was so hard and cold, but anything was better than suffering his public shaming. In the middle of the night, I woke up to the squeaking sound of a door. Squeaking sound of a door. لما كانوا ملتمين حوالين نار التخييم، هذا اللي اسمه أوسكار على الأغلب، كذب وحكى انه اللي تسبب في الحريق تبع الخيمة هي ستيلا، فهي عصبت وقامت وركضت وهربت ودخلت على هذا المكان اللي احنا فيه حاليا ولقت شيك حرام حطته حوالين حالها ونامت. بعدين صحيت على صوت هيك، صوت الباب وهو بيتحرك او هو بيفتح. ستيلا شكلها ميتة. ستيلا شكلها ماتت. وابصر ابوها شو عمل. ايش هذا الصوت؟ ستيلا
طب هو حيلحقنا هذاك؟ لا. بس اوه شكرا اوه هذا ترحيب الجماهير. اهلا لا داعي شكرا. تحس عامل زي ترحيب الجماهير لما يكون في حدا مشهور ولا اشي. اوه ترحيب الجماهير وش بصفروا اشي. This is not the way I got in. لا مش من هاي. تغيرت الطريق. جماهيري عبارة عن دمى. جماهير دانيال أنا شدخلني. تلاقي الخير يا وسام. الله يسعدك. بتنور يا جميل. تبقى ألف خير. ترحيبة الجماهير هاي. ووش. والله ما انت مزبوطه يلي اسمك ليا. للامان انك غريبه عجيبه. ايش وين انت وين قاعده يا زلمه؟ جننتني. كل ما يصير اشي بتهرب. وقبل شوي بتقول له انت كيف بنت زي ستيلا بتهرب منك؟ انت اب رائع فائع. طالع ليا. ليا talk to me. You can't run away like that. ليا is freaking weird. Do you need help to get out? I never wanted you to come here. What are you... make everything so hard. I wish you'd stayed away. Listen, huh? I have no idea what you mean. You don't belong here. Yeah, she's a just creep. Get off that ledge and come here. We can talk about it later. You are everything that is wrong. Damn. I need to get to her before she does something stupid. There has to be a path to that ledge. Wait there, Leah. I'll come to you. This is so weird. قال أنا ما كان بدي إياك تيجي هون. أنت كل شيء خطأ في هذا المكان. أنت بتخلي الإشي أصعب. انفصمت. It was Alexander, one of the older boys from camp. It turned out that my father decided to have someone look for me, and Alexander was the lucky one. Oh, اللي اسمه Alexander. اللي فضفضت له ستيلا هذا شخص كاين حاكي له دانيال خليك هيك مع ستيلا ورائبها واعتني فيها. هذا كان مختاره دانيال. I started to hide but he had a flashlight and saw me. If only I moved faster nobody would have ever found me. I was shivering with cold and he had a thermos full of a hot tea. بعد ما هربت ألكساندر هذا لقاها وشربت شاي سخن. اوكي ورجعها للمخيم. Father was furious but for some reason he stayed calm. كان معصب أبوها بس ما عنفها يعني. From now on I am not allowed to be alone but I don't care. من الآن فصاعدا مش مسموح إلها تكون لحالها. رح أستنى أصغر فرصة لحتى أروح. وهالمرة مش رح أغلط ومش رح أخلي حدا يلاقيني. هذه ناوية إنها تختفي من زمان. This morning I refused to leave my tent. Then Alexander showed up and asked me if I'd mind going with him to do dishes. I told him to go to hell, but now I feel kind of guilty about that. He brought me tea in that dark place and was really sweet. I didn't give one flying shit about the rest of them. يعني مع احترامي الشديد يلي اسمك دانيال أبو البنت شايف البنت متقلعطة في هالمخيم قرفانة حالها روحها على البيت. ليش جابرها تضل موجودة؟ البنت قرفانة to the maximum. روحها على البيت وجع يخلع مخك انت التاني عمى. يعني واضح انها البنت مستاءة ويعني فيش مجال. كل يوم أسوأ من التاني. خلاص روحها على البيت يا زلمة وكمل انت شغلك كمشرف على المخيم ولا مش عارف ايش. دام دانيال شير انت. This girl is weird. This girl is weird. Well you are more weird انت دانيال. The hell. بسم الله ايش هذا؟
I've already seen another doll holding a message like that. قصة ما قبل النوم, The Morning Came and the King Was Even More Us. رجعنا لقصة دانيال وخيال دانيال, قلعة وملوك ومش عارف ايه. This time he was sneaking out on his wife and daughter to see what they are up to. It was just after the lunch when he found them in the kitchen. His daughter was pointing at wine casks while whispering something to the queen. The king sneaked out, and when the dinner came, he pretended that he didn't see anything. When nobody was looking, he spilled his wine on the ground, only to praise how great the wine was today. The night he was waiting, and when the man in green finally arrived, the king told him, "I was a fool, for I don't believe you. Today I saw with my very eyes that they are trying to poison me." القصة الخرافية هاي اللي بحكيها دانيال أو اللي مألفها دانيال بتحكي عن ملك شاف الملكة تبعته وبنتها قاعدين بتوشوشوا في المطبخ, فهو حس إنهم بدهم يسمموه, قال بدهم يحطوا له سم بالنبيذ. باختصار أحلى ولد كويت يا زلمة, عن جد شي بيعصب يعني. مع احترام الشديد, انت لما تلاقي ابنك ولا بنتك مستاء جدا من المكان اللي هو فيه, ومع احترامي مش مضطر يكون فيه, فانت اقل اشي ممكن تعمله انك ترجعه للمكان اللي بيرتاح فيه اللي هو بيته. اما هذا دانيال شقفة من فلافل ولساتها بنته موجودة وعامل لي قصص خرافية وألعاب, يا عمي روحها. She's having a... She's having a horrible time. تقضي وقت زي الزفت, بتعيط وعازلة حالها في الخيمة وهربت, ومحدش لقاها غير ألكساندر في البرد, هربت ودخلت هذا الخندق ومش ودانيال هيك. ألكساندر روح جيب بنتي. ايش في؟ في طريق من هون. اوكي. تهو فكرت في اشي. اوكي. مع احترام الشديد لإلك يا دانيال, مش بس بنتك اللي مستاءة من هذا المكان, كلنا مستائين وأولهم أنا عاد ما تهت. أنا أتفهم شعور بنيتك. أوه ماي جاد, على الكل اكتبه. أوكي. كلنا مستائين, مين بدي يجي على هذا المكان؟ Nobody is having fun. أو كمان دمية. كمل لي قصة في الفيلم. Okay. One night, a strange fellow dressed in a green hunting garb knocked on the door of his chamber. سلطان. لك احلى سلطان السبيعي ابو السلاطين. وكويلكم تو ستار ستيم, ونور ستار ستيم, وشكرا للدعم والانتساب يا جميل. ان شاء الله اسمك بيكون في صندوق الوصف, تستمتع بالايموجيز والوصول المسبق لفيديوهات القناه الاساسيه وللتوهان الفظيع بهذه القناه. لك احلى سلطان. استنى, انت حاطط هذا افاتار جوجو من جوجيتسو كيسن؟ جوجو ولا إنوماكي؟ اوكي, الملك بقول لك كان بحكم المملكة بيد صارمة. في شخص كان لابس رداء اخضر دخل, فبقول له الملك انت كيف تعديت الحراس؟ بقول له انا اجيت احذرك, مرتك وبنتك بخطط انهم يقتلوك, إذا بتوقع هذا العقد رح أوفر لك حماية, أطلع من هون وإلا. That's it. MQH 539 MQH.
539, what up? كولكتبل يسعدو. في طريق استنى شوي. Look through. Jump scare. فكرة اللعبة لو زادوها هيك ظلام وجو عتمة أكتر وخلوها خطية أكتر ونوعوا الأماكن أكتر، الأماكن بدل غابة خندق غابة خندق غابة خندق وكهف بتكون أحلى بكتير. هي مش عاطلة على فكرة، بس موضوع التوهان هذا أنا بجنني. بس it's okay، كل Resident Evil بتتوهني فعادي. ضلكم قتل غزلان في هاللعبة. Must be how the beast says welcome. هاي الطريقة اللي بيحكي لنا فيها الوحش اهلا وسهلا. شرفونا احبابنا اهلا وسهلا. كمل قصة الملك. And another one. Just after the breakfast the king did what he was told and killed the queen. قتل الملكة بخنجر الشيطان. لما كان بيقطع أطرافها الأميرة دخلت وشافت هالعملة السوداء وصيحت وهربت عشان تتفادى مصير أمها. Okay, she turned around three times and shouted, "Let you and the castle be cursed forever." هربت من القلعة ولما بعدت تقريبا ميل لفت ثلاث لفات وصيحت وقالت لتنزل اللعنة على هذه القلعة للأبد. وبعد ما حكت هيك بقول لك الأرض صارت تهز. هذه قصة ما قبل النوم. A bedtime story. يعني هذه قصة بتنحكى للأطفال. تهو اللعبة غريبة على فكرة. قال تعالي يا حبيبي يا ابني، تعالي يا حبيبتي يا بنتي، بدي احكي لك قصة ما قبل النوم. النون ما قبل النوم. نون نوم. كان يا مكان في قديم الزمان ملك مرته حاولت تسممه هو هي وبنتها، بس قام الملك ايش جاب خنجر الشيطان وقطع اطراف مرته وكان بده يقتل بنته، بس بنته هربت ولما هربت صيحت ولعنت القلعة وحكت لتنزل اللعنة على هذه القلعة للأبد. تصبحوا على خير. كيف يا الأولاد رح يكونوا هيك؟ شو هالقصة المنيلة؟ روجندا ممبر فور وان مانث. أحلى شهر في برافو. نجرب التحديث الجديد. يس. كيف بالله قصة ما قبل النوم حلوة صح؟ احكوها للأولاد لما تنيموهم وركزوا على موضوع تقطيع الأطراف. ركزوا على موضوع إنه الملك قطع أطراف مرته وكان بده يقتل بنته. حلوة قصة خفيفة ظريفة. أوكي. A bit time story بقول لي. هذا القصة مؤلفها دانيال. مش عارف. It's so creepy. قصة رائعة. بدل ما تحكي لهم مثلا قصة قصة ايش؟ قصة مثلا بياض الثلج. أي إشي هيك خفيف ظريف نهاية جميلة. أي قصة هيك رائعة. لا. يي. creepy. wait. احنا اجينا من هون. Nope.
فريق جديد. أوه في توتم، في توتم تماتم. اكسر اكسر. She's starting on getting on your nerves, huh? The hell? قال بلشت تعصبني بقول. الحلو بالموضوع انها اللعبة تحاكي مشاعر اللاعب ايضا. ممتاز. اللعبة تحاكي مشاعر اللاعب. سنة من رايح انت صار نازل هذا. جدر كمان بلشت تعصبني. لا لا مش مشكلة. لا يزال ايش فيه؟ لا يزال فيها فضول. في تسلق هناك. ها؟ Is this what Leah was looking for? If so, why didn't she take it? في ايد. Oh my god, this is so creepy. شو هذا المفتاح؟ اوكي. ها هاد لهاد. اوه ها it fits perfectly. شو يعني؟ بس اكتمل على فكره، اكتمل على العداد الكومبليشن. Get away from me, fucker! That was weird. Weird! Leah must have been ambushed here. That's why she disappeared without saying a word. I just really hope she's all right. What the hell? صوت جهاز تنفس. كلك تبال. ولا ده عايز يعمل لي فيها ملك الجامب سكيرز. بسم الله. Either I'm going fucking crazy, or the flies are whispering. الذباب بيوشوش. Listen. What the fuck is it doing? It's feeding on the. Dead again? No. This time I can move around. هل أنا ميت؟ أوه! الذباب دخل جوا القلادة وودانا هون. You blamed Stella for starting the fire, didn't you? صحيح. Of course. Everyone said she did it. Everyone, Daniel? Or was it just Oscar? Yeah. Did you even bother to find out what really happened? What the hell do you know about him? Anyway, the vast majority of the camp expenses were paid by his father. Even if Oscar lied, I wouldn't have been able to do anything. Oscar's father had so much influence. One wrong word from him and... So, you sold out your own daughter? It wasn't like that. No? What have you done to protect her? It was her fault.
Her only crime was to try and put out the fire and not let the guilty ones burn. Wasn't she only 9 years old? No, Daniel. Unlike yourself, your daughter looks like the hero to me. But... You've seen enough. You have to think about this for yourself. Daniel, انتبهيم. دانيال انتبهيم مع احترامي. ماشي حتى لو كذبت عليك بس رح تكذب في المذكرات تبعتها. لساته بقولها انه الكل ما هو حكى انه هي اللي حرقت الخيمة اللي مش عارف شو. بتقولها ديك الكل ولا بس اوسكار؟ بقولها بس ابو اوسكار دفع كل الاضرار. دفع يعني الاشياء المالية اللي بتخص الاضرار وكان عنده تأثير كبير في المكان اللي احنا فيه. What? بتقول لي يعني انت هيك بعت بنتك على فكرة. مظبوط. كل هاد عشان مخيم وما ايش فيه؟ ايش فيه؟ انا بلشت استفز على فكرة. انا بلشت استفز. المخيم قرب يخلص والكل بيلومني. كان الوضع سيء. حاولت اطفي النار. ليش هم ليش بلوا علي وحكوا انه انا اللي حرق انا اللي تسببت في الحريق؟ محدش مصدقني وانا بحكي الحقيقه. مش مهم. اوسكار وجماعته على الاغلب هم تنمروا على اي حدا حكى لأبوي أو كان ناوي يحكي لأبوي شو الحقيقة. حدش واقف جنبي. أبوي راح مع نينا أند رديم. نينا اللي هي إليانورا. أند رديم had to take Merrick to the hospital because his fever. رديم أخذ Merrick للمستشفى بسبب الحرارة. أتمنى أوسكار ينحرق مع البقية. باختصار سونا ونينا. ممكن بافل. أبوي حكى عني useless brat وحكى أنه أنا لا أنتمي لجماعته تبعت التخييم يعني. وحكى أنه أنا دمرت حياته. ممتاز. واو. دانيال أنا كتير حابك حاليا والله. إذا هذه حقيقة فأنا soaking into the real world now. انت ما في عندك اي رياكشن للي بتقراه؟ ايش شقفه من حمار؟ ما في عندك اي رياكشن؟ بسم الله. ما في عندك اي رياكشن للي بتقراه دانيال؟ بتحكي لبنتك انه هي دمرت حياتك؟ لا انا بلشت استفز. حسان لا تعيش القصه كثير لانه واضح انه الهدف من اللعبه استفزاز. شفت الصوت؟ هلا مشراق. This is so weird. أتمنى يكون الموضوع غير هيك صراحة، بس إذا كان إذا كان الموضوع بهالسطحية هاي أنا I'm gonna flip out. I'm gonna flip out. ها؟ اوه اوه اوكي
لذيذ موضوع التسلق. هلو؟ أوه، فكرتك وقعت. The socket. It's the same shape as the medallion. Let's see what happens if I plug it in. قلبة دمامي. اللعبة قلبة دمامي. Resident Evil 7. إيش صار؟ اللعبة قلبة Resident Evil 7. وإيفلين والعفن مع حشرات دمامي. Locking this place. I bet that swamp girl is involved in this. The flies, the swamp. It's definitely part of her stage. بقول لك كأنها ذكرياتي عم تفتح الطريق قدامي. بس أنا كنت حابب يعني أشوف لك ردة فعل اللي بتقرأه في مذكرات بنتك، يعني مع احترامي. شوية ندم على شوية إنه إيش اللي عم بيصير، على شوية إنه معقول أنا عملت هيك. عرفت كيف؟ يعني بس مع احترامي. صح؟ شو يعني فنطل؟ شو يعني فنطل؟ حارق. فنطل؟ طب شو يعني فنطل؟ في كمان سلم. شو يعني فنطل؟ يعني خرطي؟ ها؟ وات؟ طيب بقية الأشياء أهبل وعبيط. يس اوافق انه فنطل. فنطل مفنطل. ايش صار؟ اوكي احنا وقفنا نار، فاعتقد انه هذا اشي كويس. في سلم هسه نطلع فوق. حدا بيقطع خيار قاعد بيقطع بطاطس. درجن درجن. اوه طول بالك دايم. اوكي عندي احساس انه سكرنا اشي هون. احنا سكرنا اشي هون. يي احنا انحرقنا. Looks like I'm finally back at the entrance. I just pray that Leah made it out of this nightmare too. When I find her, she has some explaining to do. رجعنا للمدخل. لما تلاقيها بدك اياها تشرح لك اشياء. قصدك تفسر لك هي وين بتروح وين بتيجي وليش بتهرب وليش فلافل. احنا رجعنا. Yes, we are back. خلص خلينا نروح. I think we have to go. Oh. Exit. أيها الفنطل. This isn't the way we came in, but with everything going on around here, I'm not surprised by anything. هذا مش المدخل. عجل. Damn. What? يعني اوه يس تسلق يا اسمع دانيال، سيبك من موضوع التخييم وركز لي على موضوع التسلق. الله يرضى عليك. وبقى ادرب الناس على التسلق وهيك. مش في مراكز تدريب كنه؟ Um
في مراكز تدريب، فروح أدرب تسلق وسيب من موضوع التخييم تبعك هذا. ما نوصل هناك بس كيف؟ آه هيك يمكن؟ آه هيك يمكن. بدك تختار الإيد الصح. تمام، بدك تختار الإيد الصح الأقرب للحفة. نايس نايس. اسمع دانيال، درب الناس على التسلق في مراكز تدريب التسلق اللي عندكم هاي واخلص. Looks like Leah made it out. Leah هربت أو قدرت تطلع من هذا المكان. لا لا لا، وين رايح وين رايح؟ كمل كمل من هون الطريق، امشي من هون. الو مخرج، تفضل. هاي هاي دان، اني لوك. هاي دان الكساندر. نو نوت ا ثينج، يو ار لاينج تو مي دانيال. اه بكذب. كام داون، قران اسمه في المذكرات ولا؟ اند يو ار نوت ذا اونلي وان ات توكس تو. وات ار يو توكينج اباوت؟ اي ام نوت جوينج تو اكسبلين ات تو يو. The terrible thing is that I'm just one more person that you deceived. Right now, I'm trying to figure out if you are only lying to me or to yourself as well. All right. شو صوت الشلال اللي بروحه بيجي؟ It wasn't here. It was after we moved north. Everything happened after that damn fire. And Stella took the bullet for that, right? Yeah. I think I'm slowly starting to understand what's going on. الكل فاهم إلا دانيال. Very soon, you will too. لساته بحالة إنكار. إيش برضو بدي يكذب عليها؟ بتقول له ما تذكرت مين ألكساندر؟ بقولها لا، بتقول له أنت بتكذب على فكرة. لا تفكر إنه هاي الغابة بتحكي بس معك، الغابة بتحكي معي وأنا شخص آخر، أنت خدعته. بتقول له بقولها ألكساندر هذا كان مساعدي، بس بقولها مش في هذا المكان، في الشمال. وكل إشي صار بعد ال بعد الحريق. شو بتعمل هاي؟ It doesn't look like you can destroy it. Trust me. Damn. I already know about this black stuff. Yeah, me too. I tried so many times. The thing that holds them is horrible. Yeah, that tree is really horrible. It's not the tree. It's what lies below. هلا جون. What do you mean? There's a cave. Inside is something. It makes the tree ugly. Can you show me? Maybe I can find a way to stop it. I can show you, if you promise you won't leave me there alone again. I promise. By the way, is this what you lost in the bunker? You found it. Please, keep it safe until we leave the cave. I don't want to lose it again. بتقول لي في كهف جواته إشي بيخلي الشجرة هاي غاضبة. فبقولها دليني على المكان عشان أوقفه. أوكي. The Last of Us. The Last of Us. جول قاعد بعزف. جول. بو سارة. يعني بصراحة هذه جزئية ما عندي مانع إيش فيه. This is my secret way. She knows her way around here much better than I ever did. تعرف الطريق أحسن مني. يعني مثلا هذه جزئية ما عندي مانع فيها، إنه هي بتدلك على الطريق، وخلال الجزئية هاي بتكون مثلا بتشتغل موسيقى جديدة أو إشي جديد. ما عندي مانع، حلوة. فيها أشياء حلوة.
عن جد. Hey, هاي جزئية جميلة. هذا كله بصب في اللي حكيته قبل، انه لو كانت اللعبة خطية بزيادة، لانه هي قصصية بحتة، خطية بزيادة مع تنويع اماكن اكتر، مع هيك ضوء، لا يعني هيك وضع معتم وغامض اكتر، بتصير حالاتها اضعاف. يعني هي حلوة بتصير حالاتها اكتر. وهي نفتنا كهف، الله يستر. والبنت عارفة الغابة بصم، حافظتها بصم. تها او انتر بقول شو فيه. هلو كمان اتس ذس واي. اوكي نايس. كارست كيفز، كهوف كارست. Wait, I can't squeeze through there. There's another way, but it's longer and very hard. So sorry, you have to take that one. Or get small. Be careful up there. It's slippery. Don't worry, I think you're ها موسيقى Final Fantasy. الموسيقى كأنها Final Fantasy. عن جد أصلا في أماكن كهوف في Final Fantasy بشكل عام. بتحس الموسيقى هاي لعبة Final Fantasy. اللعبة عشوائية على فكرة. This game is so random. Random. يعني حاسس انه مشغل البلاي ليست. I'm up here. You really know your way around this place. I like it here. It's like another planet. This part of the cave, I mean. There are more parts? Yeah, there is another part. But it's really scary. The beast comes there. Oh, great. Wow. This is incredible. أنا حاسس إنه اللعبة الموسيقى اللي فيها البلاي ليست مفعلة شفل وراندوم، إنه لما يشتغل إشي هيك نقي لك إشي من البلاي ليست وخليه يشتغل. الموسيقى في اللعبة هاي غريبة جدا. إيش المطلوب؟ آه بدنا ندور على إشي بيخلي الشجرة غاضبة. بس اهم شيء ناخذ اهم شيء نجيب كولكتبل. اخرب بيت الكولكتبل. الامانه لو اني قاصد اجيبهم ما بجيبهم. او someone lifted the bridge. How the hell am I supposed to get across now? Hey, come here. Can you see any way how to lower that plank? Not really. It's tied to the other side. Well, can't you get there and cut it somehow? Not from here. Maybe if you have very long arms. That's a great idea, but it takes years to grow them, you know? But with something long, I could try to build a makeshift spear. Can you look up there for something? Wait, I see something which could help. بدنا إشي طويل عشان إيش؟ شبه الرمح. عشان تنزل الخشبة. This could work. Thank you. I'm keeping the rope and the pole. Now I need to put something else here. Now I need to put something else here. بدي احط شيء ثاني. انت بدك زي الرمح، يعني بدك رأس مدبب. صح؟ بدك رأس مدبب. I need something. طب من عندها؟ هلا صار ماد جيمز يسعدوا. الو؟ تها؟ شو هذا الشيء اللي بكحكح؟ انا طب استنى بركي معك اشي انت.
I need to place something here. I need to put something else here. حطيت إشي. أوه السكينة. I think I can try to cut the rope with this. Oh damn. منيح اللي جربت. قلت خليني أجرب إشي مدبب عندي. ما توقع تحط السكينة. زبطت؟ Yes. Nice. الحمد لله زبطت. هلا وليد 99. عليكم السلام. I'll just get back my knife. رجع سكينته. تمام. Okay. مثلا هذه الجزئية في اللعبة روعة. موضوع الورك بنش، موضوع الطبيخ، الأعشاب وما أعشاب، أنا كتير عجبتني. So the beast is a real Blair Witch fanboy. ما حكيناها. الوحش بقول لك فان لبلير ويتش. لا اللعبة راندوم يا دانيال، مع احترامي اللعبة راندوم، الموسيقى راندوم، كل موسيقى بتذكرك بإشي شكل، والأماكن يا فلافل. هذا إشي حلو صراحة، إشي مش عاطل، لأنه كل ما تمشي فيها بتعرفش شو راح يخطر عبالك لما تسمع إشي أو تشوف إشي. أنا رايح، أنا مفروض الطريق محدود. خلا أحمد جمعة وقفت الموسيقى، ليش وقفت فجأة موسيقى فاينل فانتس تهل؟ هلو وقفت، ايش فيه؟ Hurt you? No, it's safe up here. But I've seen this before. Don't worry, I'll be all right. Just go ahead and wait for me to come through. Is it very far? We're almost there, but the beast doesn't want anyone to come here. أنا متأت. راح على فكرة رهيبين هدول، رهيبين، أشكالهم غريبة يما أو يما، وصوتهم مرعب، وموضوع الكحكحة هذا بوتر. عم بيرفعوا حالهم عادين، بيرفعوا حالهم، شكلهم هذا كريبي. بدك ترفع حالك؟ يس. كريبي. And I'm dead. في واحد نزل على مخي. أحلى سرمد. سرمد، أنا ختمت Resident Evil 6 تختيم كامل، والتختيم اللي ختمته كان مترجم عربي. ما بعرف إذا بتعرف هالشيء أو لا، بس أنا 6 Resident Evil 6 ختمتها كامل، والنسخة اللي ختمتها كانت مترجمة عربي. حتى والله أعلم، إذا ما خانتني الذاكرة بتذكر إني لعبتها حتى بترتيب القصة، مش هي تشابترات أيدا وليون مش عارف إيش، بتذكر إني لعبتها بترتيب القصة مش بترتيب اللعبة كمان يعني. طبعا موجودة في القناة، طبعا إذا مش موجودة هون حتكون في قناة الأساسية جيكس، بس مش متأكد، مش عارف وين، أعتقد هون. وين رايح أنا؟ تهيب؟ أنا مشيت؟ هاد مكان جديد؟ حبيبي يا سرمد، أنا رجعت، قصدي مشيت، مش رجعت، أنا مشيت يعني. أوكي. What's that thing? The beast must use that monster as a guard. It's gonna be way more difficult to smash the heart than I thought. I wish this all made more sense. في وحش معلق، نستخدم الوحش آل كحارس. The hell? موسيقى فاينل فانتسي، انسى. Dried blood. The beast is probably feeding that. موسيقى فاينل فانتسي. The beast. What is it exactly? It seems intelligent. It can even construct things. And if anyone has locked up Stella, it has to be the beast. بقول لك الوحش هذا ذكي.
وبيقدر يبني ويعمل أشياء. هاي التختيم بقول لك على القناة الأساسية Resident Evil 6. شو أخذت أنا؟ ما أدري. لما يعطوك مهمة important mission في Final Fantasy تشتغل موسيقى هيك. Those barrels are so out of place. And that symbol, where have I seen it before? ما بعرف شو هذا الرمز. This game is so random. It's stuck. I've got to loosen it somehow. Loosen it. بده إشي. It's bolted shut. بدك إشي يطر البراغي عشان. Okay. صح إيفلين. أنا لعبت كل أجزاء السلسلة صحيح باستثناء أمبريلا. شو اسمها هديك التحفة أمبريلا كوربس؟ لا هديك بصمة عار في تاريخ السلسلة. لعبة Operation Raccoon City كانت حلوة اللي هي القصة الأساسية، بس بتذكر الإضافة جننتني. بس يعني ماشي حالها، كان مش إشي فظيع Operation Raccoon City. لا مش Umbrella Chronicles لعبناها ختمناها وكانت حلوة. بتذكر الزعيم الأخير طلع شيب في راسي جنني قد ما كان صعب. لا دارك سايد كرونيكلز وامبريلا كرونيكلز انا تفاجأت اني حبيتهم، لانه بتذكر زمان لما بس هيك لمحت الوضع تبعهم، ما انا قلت مش حلعبهم الا لما تكون عندي المنصة وقتيها زمان يعني، بس ما كانتش عندي المنصة سبحان الله، انه الظروف ما زبطت الا على القناة ولعبتها على المحاكي. بس انا تفاجأت اني حبيتهم صراحة، امبريلا كرونيكلز ودارك سايد كرونيكلز استمتعت فيهم جدا. يخرب بيت الكوليكتابل. ده أنا بستغرب كيف الموسيقى هون بتوقف فجأة، وينها؟ مش كانت شغالة موسيقى فاينل فانتسي؟ مين متحمس لفاينل فانتسي؟ شفتوا أكم مشاهدة كان ستيت أوف بلاي؟ شفتوا ما شاء الله أكم مشاهدة؟ كنا بظرف يومين كنا جاب 1,000,000. هذا دليل على إنه الحماس لفاينل فانتسي 16 كان فوق صح؟ احنا ما اخذناش اشي من هون. انا مش متضايق، هذا المكان ضيق ومحدود، بالتالي الاشي اللي بدك اياه موجود هون، مش هترجع لورا لانه مليان وحوش. الحماس كان واضح بالنسبة لفاينل. It looks like there's a part missing. مثلا انا حبيت فكرة انهم حاطين تسهيلات للناس اللي بتستصعب فاينل فانتسي. هلا هي فاينل فانتسي مش سهلة اذا من ناحية جيم بلاي، لانه فيها كتير عناصر. انا بدور قاعدة مش عارف بدور على اشي. انت شو معك؟ فيها كتير عناصر اللعبة. هذا اللي اخدته ايش؟ بس حاطين تسهيلات. هلو ليش بطل
معقول في اشي كان لازم اجيبه من ورا. انتهى الطلب بمتاجر امازون بالنسبة لفاينل فانتسي؟ جد؟ مش غريب على فكرة، مش غريب. سك بتمنى ربنا يفرجها ويفرجيني هون شو لازم اعمل. في طريق. اوه في اشي هون. اوكي حسن ريلاكس، في طريق هون. اوه في طريق. اوكي اها يا سلام الطريق سكرت، شكرا. انا كثير مبسوط انها سكرت. انا مش عارفه ايش بدور هلا. تحت بقول لي في اداه بدي اركبها على الجهاز. This is horrible man. ارجع محل مدخل الموقع، هاد فيه كمان طريق. ارجع لورا يعني هون يعني. اوه بس اها احلى زيكو. اه والله يس. او تيك These hooks look real sharp. Hooks? أخذ خطاف؟ خطاف الرجالة؟ أوه شو أخذ؟ إيه؟ Holy! The beast has a workbench in here. ول 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 900,000 شغلة هون. هذا تبع المطري تبع البراغي. إيش بالنسبة؟ ايش بالنسبة؟ زيكو كل الاغراض هون؟ مال دام ذاتس نايس. اوكي هون في اشي هيك. اوكي وهناك نحط المادة هاي. أيوة. It should work. It's bolted shut. It didn't work. I need something to pry it open. Pry it open? It didn't work. God. I need something to pry it open. وك أحلى سامي XS. تحية لك أخوي حسان وبث ممتع. What's that horrible smell? Don't ask and don't look. كيس عيد أبو السمسيم، شكرا على السوبر تشات. So this is the monster chow. Let's see what it does. Monster chow. Are you leaving me again? أحلى إشعار. أبو السمسيم. أدوات المساعدة عشان الأكشن، عشان اللاعبين اللي متعودين على نظام تبادل الأدوار وممكن مش كويسين في ألعاب الأكشن. هلا هو واضح إنه أدوات المساعدة للناس اللي بتستصعب الألعاب اللي زي فاينل فانتسي، واضح. هلا إذا أنت ما بتستخدمهم فأنت بتلعب بالشكل الطبيعي تبع فاينل فانتسي. إذا بتستخدم أدوات مساعدة فأنت بتسهل، ما بتستخدم فأنت بترجع الوضع الطبيعي. أنا إيش بعمل؟ حطيت خبيصة هون. What the hell is going on? Look how ravenous that thing is. I hope the ugly monster falls down and dies. Yeah. Hey, that's actually a great idea. With a bit of luck, we'll send the monster down. بدنا نوقع الوحش؟ There are ropes holding up. If I remove them. Oh yes, في حبال صحيح. في حبال نعم. Yes.
بده يقطع الحبل عشان يوقع الوحش. اوكي هون. اوه نايس. اوه نوب 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 نوب. استعجلت الرحيل. اوكي شد. I've got it. Leah, do you think you can move the rope on your side? I can try. I can't move it. It's too heavy. I need a rope. You didn't happen to see some up there? No, but I can look around. I have to get to her so we don't have to shout. Okay, اروح لها. السابع بيختلف عن 15 و 16. السابع كيف بيختلف عن 15 و 16؟ هلا 16 احنا حسب ما شفنا هي اكشن ار بي جي اكثر من شيء ثاني، بس السابع وال 15 نفس الشيء اكشن ار بي جي. هلا هو النظام القديم ما انت حكيتيها يا ايفا، نظام قديم. Come here. I found something. فهو الموضوع انه الزمن اللي احنا فيه حاليا شو بيتطلب. النظام الجديد بنلاقي اقبال اكثر. Look what I found. It's a bit short. اللي هو اكشن ار بي جي. بس no مش عارف. You're a perfect partner. I can't use it for climbing up to you, but I have another idea. So, what do you want to do? Have you heard the legend of the Brno dragon? No. Tell me. There once was a terrible dragon that terrorized the city of Brno. It threatened the people and ate all their livestock. It got so bad that people no longer went there because of their fear of the dragon. One day, a brave butcher invented a trap. He filled an old ox hide with limes and the monster ate it. The dragon then became so thirsty that it drank half of the river to quench its thirst. The limes in its stomach expanded and burst, killing the terrible beast. So you want to put limes into that monster food? I don't have any limes, but I think we can create another kind of trap. With a bit of luck, we can pull the monster down and save your dolls. حكينا قصة ليلى والذئب، يعني بده يحط في أكل الوحش فخ عشان يقتله؟ شو هذا؟ بده يحط في أكل الوحش فخ؟ ولا لا؟ What the hell is going on؟ بده يصيده؟ Oh, I need to put something else here. Oh. حاسه سلاح لمورتال كومبات. I need a better tool. حاسه. I need a better tool. سلاح لمورتال كومبات هاد. That's it. That's it. مش هذا سلاح كابال؟ يوز. بقدر استخدم مرة تانية. More food. الله يعافيك ويسعدك يا نانري واحلى 26 شهر في ستارز واحلى اشعار من نانري. انقطاع اليوتيوب تجنب اي شيء او اي شيء فيديو عن ريزيدنت ايفل 4 ريميك. تمام ابي اختمه ما ابي احد يحرق علي. صحيح معك حق اللعبة غالية عارف انا بروح. وكن ان شاء الله يا نانري بتشتريها وبتستمتع فيها وبتقولي لنا رأيك فيها الله يكرمك. يس لا انت رح تحبيها كتير على ضمانتي. اللعبة خرافية ومعك حق.
لتجنب الحرق مرات الواحد بيبعد عن السوشيال ميديا لحد ما يعمل اللي بده اياه. صحيح. انا ايش بعمل قاعد هون؟ هو حكي بده يحط له فخ بالاكل. Let's just hope the monster takes the bait. بده يطعمي السلاسل اللي عملها. Now's our chance. We did it! The monster fell down! Let's get out of here! How was it? What's going on up there? Get away from me! Leave me alone! Quick! Run to the edge! I'll catch you! أروح؟ أوه في طريق هون صارت. في إشي بضبي. You're safe now. That rope. A man was tied with it. I had to untie it from him. And what? Parts of him were missing. Let's get out of here. Right now. بدي أفك الحبل عن الزلمة وهداك الزلمة كان في منه أجزاء مفقودة. إيش؟ Oh my god. ممكن نطلع من هون. This is so falafel. ولا يهمك يا كينجر. حيرة سناني. ولا يهمهم الشباب. أكيد فترة رمضان بتكون استثنائية للبعض. مع احترامي الشديد لإلك دانيال، أنت ناسي إنك بتدور على بنتك؟ مش كأنه طول شوي في الفلافل اللي بنعمله حالياً؟ شكله هذا الوحش اللي كبيناه هو اللي كان عامل او هو كان سبب غضب الشجرة. بس دانيال اوكي خليك مع ليا. اسمعوا شكله دانيال عم بسمع كلامكم بس بالعقل شوي شوي. شكله رح ياخد ليا يتبناها ويربيها واستلها بعينها الله. شو صار بالشجرة؟ انحرقت الشجرة ولا حميناها ولا عملنا اشي. راحت البنت. دانيال فنطل. اللعبة طويلة اوافق. او احنا بدنا لفينا. طويلة واللي بيطولها بزيادة او هيها. Let's run to the tree. كتير فيها شطحان في الغابة ومشي. They're free now. The beasts can't hurt them anymore. تم تحرير الدمى. Wait. Catch me if you can. Catch me if you can. وقته حررنا الدمى. بقول لك الوحش لن يمسك بهم. يعني الدمى ايش بيمثله؟ بيمثله اطفال ميتين في الغابه ولا ايش؟ Wait. انا ما قرات اشي بقول لك انه في ناس ماتوا هون. صحيح كان في خيمه محروقه بس ما حدش مات. شو است الدمى ما بعرف. أحلى صافو. لا مش ناسي حبيبنا السحور. في شوية وقت.
هاي موسيقى تحسها نهاية اللعبة، خلصت وتم تحرير الدمى، وعاش دانيال سعيدا مع بديلة ابنته ليا، ونسي ستيلا إلى الأبد. إيش جاتشا أنت بتلعب؟ دور على بنتك، خلصنا. دانيال فونتون. Once upon a time, there was a beautiful girl. رجع احكي لها كمان قصة. الله يعطينا نص هدات بالك. The beast who was a beast no more, but a handsome prince, lived happily. Look, they're coming. حكى لها قصة الجميلة والوحش. Beauty and the Beast ولك ليلت الدنيا. Thank you for everything. This dude is weird. Thank you for everything. عجبك هيك البنت تحولت لإشارة بشعر. هيها وطارت. Thank you for everything. اتحررت ليا وصارت دمية في المي. ليا صارت دمية في المي. وتحررت. ابصر ليا ماذا تمثل. نعرف بعدين. بس قاعد بحكي قصة ليلى الجميلة والوحش. Beauty and the Beast. قصتها طويلة بيوتي اند ذا بيست. ليلت اكيد ليلت لتخلص قصص. او ماي جاد. رد على التليفون. سحب على بنته وبنت بنته. استلا قالت له شكرا وتحررت، تحولت لإشار بشعر الريبون هذا، بدأ نزلت دمية في المي وراحت. إليانورا. Houston, I think we have a problem. أنا في المخيم، يا بتيجي هلأ أو باي باي. طلع هاي التاني بتهدد. يا بتيجي هلأ أو باي باي. أعتقد بنته كبرت وتجوزت وخلفت، وأعتقد بنته صارت تيتا حاليا. وجع. مين اللي بكحكح؟ حجتنا يا بركتنا، خلصينا يا مندلينا. انت نفسها ليا بس على حجة. ها سعاد. Have you found your little one? Have you found your little one? And the only lead I was following just turned into a doll. I think I'm ready for the asylum. Don't be so cruel to yourself. Dolls are peculiar. They hold very precious memories. What are you talking about? Little ones. They tell their dolls things that they would never tell anyone else. Well, tell me one thing. Okay. Was Leah real? She was as real as your memory allows her to be. Is your daughter real? Of course she is. She is as real as your memory allows her to be. If you forget about someone, they vanish from your life. It's as if they cease to exist. And it goes both ways, for Leah and for Stella. Wait a minute. How do you know her name? I've heard you shouting that name. I assumed it was your daughter's. Tell me one more thing. Those fog children, are they also a memory? Stay away from them. They only mean evil to anyone's soul. I've learned that the hard way. I believe a certain young lady is still waiting for you. You better hurry. Thank you for everything. I was so wrong about you. People often are. طبعا ما اعطتك جواب صافي. بقولها طب هل هي كانت حقيقة؟ بقولها بتقول له هي حقيقة بمقدار ذاكرتك اللي بتخليها حقيقة. طب بنتي ما هي حقيقية برضه ستيلا. رجعت حكت له نفس الجملة. هي حقيقية بمقدار ذاكرتك اللي بتخليها. سلم لي على الفلفل. سلم لي على الفلفل.
وستيلا عيدت ودانيال. The path's gone. أي طريق اللي راحت. واو. أنت نفس ال. لا. طبعا الموسيقى اللي شغالة سايلنت هيل. سايلنت هيل الموسيقى اللي كانت شغالة قبل شوي. جول بيعزف على الجيتار. The Last of Us. حس في طريق هون. في طريق. والله حسيت ما هداك. تذكرت هديك المحروقة. سؤال. Oh my God. يا زلمة اخلص. طيب. عالبركة. Climb down. Huh? Oh, thank you. أنا طالع فين؟ أنا راجع تاني. أنا مع دانيال. الأناني اللي مش مهتم. في بنته خا. أوه مرتك. حيا الله بعيدة. دانيال. yes. yes. مالها هاي. what's going on? the police just called. did they find anything? they canceled the search. what? search. why? I don't understand. what's going on there? they told me to seek professional help and they gave me a phone number. a phone number. I called the number. It was for a psychiatrist. Ah, what a bunch of assholes. Can't your friend do anything about it? I don't want to drag him into this. شكرا على اللايكس. We don't get along at all. Hang in there, Ida. I'm doing my best. Although lately, I've started questioning my own sanity. Maybe I need that number for myself. Please, stay safe out there. You know what they say about that forest. Don't worry. Anyway, I don't think it can get any worse. Oh! Daniel, انت... Oh my God, you are so weird. كنها مرته حاكي مع الشرطة. الشرطة موقفة بحث عن بنتهم. وحاكين لأيدا قال الأفضل تشوفي لك مساعدة طبية. يعني دكتور نفسي. شو يعني؟ قال بقولها مش انت في عندك صديق ممكن يساعد في هذا الموضوع. قال بتقول له انا ما بدي اجر ورا هذا الموضوع. مساعدة طبية. شوفي لك دكتور نفسي. هيها اليانورا. شفتها لابسة احمر. هاي طريق المخيم. هاي طريقنا. هاد اللي ضعنا فيها بالساعات. ضعنا فيها بالساعات. بالساعات. أصلاً بنتهم شكله ميتة من مليون سنة. ولا هو صاحي ولا هي صاحية. إمها مرته. شفتوا لما اتصلت عليه كيف رد؟ نعم. لما اتصلت عليه شو؟ يس. أعتقد اسمه دانيال السركجي ولا إشي.
شكله شرقي الشاب. شو بدك؟ Look who finally showed up. Well, it's kind of far from where I was. Maybe if you answered your cell, we could have met somewhere closer to wherever you were. Listen, I was helping the little girl I told you about. Your own daughter went missing in this forest. She might be kidnapped, injured, starving, or even dying alone. And you vanish for days to help some little girl you just met? If I didn't know better, I'd say you made up the whole Stella story just to have an excuse to be here. Calm down, Elle. I didn't disappear for days. We talked just a few hours ago. Check your fucking cell phone, Daniel. Oh. You can see that I've been trying to reach you for 3 days. I have no idea why I'm still doing this. What? You're lucky. If you hadn't answered my last text, I'd be gone already. You haven't answered my question. What are you doing exactly? Why are you still here? Don't you have better things to do? Other people to bother? Be careful what you wish for, Daniel. I'll be gone soon enough. I'm so tired of your games. You gladly exchanged your own daughter for the first person you randomly met. Have you always been like that? Now you've gone too far, miss. You better watch what you say. I wanted to meet because I found one of the places from that diary of yours. It's an abandoned water plant, which is not far from here. The main road is long gone, but I know of another way there. You look like you could use some exercise anyway. If you go towards that house you burned... I didn't burn it. Whatever. To the right, you'll find a small path leading down to a small stream. Cross it and go straight until you reach the place where the river used to be. Used to be? It was there just yesterday. You are confused, so either shut up and listen or get lost. The water is long gone, and you have to descend into a riverbed. If you're lucky, you'll be able to climb back up very close to the water station. And you're saying that there's something worth looking for. ايش دخل الموسيقى باللي عم بيصير حاليا؟ الموسيقى ما لهاش علاقه ابدا باللي عم بيصير حاليا. Stella is not a thing. According to her journal, she was definitely there. So I went and looked for her myself. And what did you find? Was she there? Well, I might be an idiot for trying to help you, but the place is scary and I'm not suicidal. As I entered the place, there were voices coming from inside. They creeped me out so much I ran out of there without looking back. Since then, I've been trying to reach you. Shit. Wouldn't it be about time to actually do something for her? There are not many more places to check. Thank you, Elle. And one last thing. Given how long you've been looking, there's not much hope she's still here, is there? Don't even joke about that. I'll call you if I find anything. Why don't I believe you? Okay. أعتقد إنه هذه إليانورا فقدت الأمل في إشي اسمه دانيال وهذا آخر إشي عم بتحاول تعمله معه. بتقول له في مصنع للمياه ممكن يلاقي إشي بخص بنته. هي حاولت تفوت هناك بس خافت لأنها سمعت أصوات. بتقول له إلي 3 أيام بحاول أتواصل معك وكنت على وشك إني أتركك وأروح له لأنك أنت رديت على آخر مسج. يعني إحنا إلنا 3 أيام منطارد ورا البنت اللي اسمها ليا هاي. 3 أيام؟ مش بقولكم استيلا كبرت وتجوزت وخلفت وصارت هلأ تيتا؟ خلصت مضلش إلها 3 أيام؟ ما هو الله يخلص قصة الجميلة والوحش. الله يخلص قصة بيوتي أند ذا بيست. هذا وين اللي كوربت؟ في اشي كوربت المفروض. وينه؟ هيا ايش هذا؟ بسم الله شو هذا الجهاز؟ أو المكان؟ I wouldn't find my old diary. Today when I opened the tent I was lying on top of everything just like that. Anyway, I'm back and Alex is here as well. Even if we did exchange some emails, I couldn't wait to see him again. I really hope we'll have some time alone. Okay. This year it looks like we have a good team. Unlike last year, there could be some friendly souls. ردت رجعت؟
رديت رجعت إلى المخيم؟ والله ما أهبل من أبوك إلا أنت. There is always an exception to the rule. A royal echo. Oh my god, he is the third most annoying thing. ليش رحتي؟ Right after mosquitoes and... Oh my god, this is so weird. أنا بتقول لك على أمل إنه تكون في ناس طيبة في هالمكان. Alex and I have to be careful. To class Molo. إجا بدل أوسكار واحد اسمه مولو. لا 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 أنتوا عائلة غريبة. لا 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 مش طبيعيين. I'm gonna freak out. وشكلها صارت هي وأليكس يحبوا بعض. شو هاي الصورة اللي تحت النحلة اللي بتاكل في دماغ الإشي؟ The hell. لا لا you are weird. سيبك من هالمخيم وقرفه. The hell. ردت رجعت. قلت لك على عمل يكون في ناس طيبين. بس إجا بدل أوسكار واحد اسمه مولو. This is... I'm بديش ألعب. أنا وين رايح؟ أنا رايح أخذ الكونكتبل. وقال النهر اللي شفناه في الستريم اللي فات حاليا ما في نهر. There is no water. هه؟ يا تعال نعمل هذا المفروض بدلنا على طريق. اترو سايت. ايوه ماندريك كوك كراشت ماندريك روت. المفروض بدلنا على الطريق هذا. ثرو ان تو هول. او وين الفطر؟ اوكي crush and add two henbane leaves. لا crushed. yes. احلى ملوخيه سبانخ. add crushed devil. oh my god. crushed root. yes. يس خلص بدي افتح قناة اسمها حسان العالم. بدل بلال العالم. اوكي واي يو هاف ا نيو سيل. فادر جيف ات تو مي لاست مانث فور نو ابيرنت ريزن. اي واز توتالي سربرايزد بات اتس ا جود وان. يس يا رب تكون هاي الطريق تؤدي الى المصنع اللي بيحكوا لنا عليه. منيح اللي مشيت هالخطوتين انا. So, those big corporations aren't all so bad, huh? Give me a break. I'm just happy we can stay in touch when camp is over. هلا هي اذا في سبب خلاها ترجع الكساندر. ما هي شكلها صارت تحبه. عشان هيك يمكن رجعت. لانه هو مساعد ابوها بيشتغل مع ابوها فبالتالي هو مربوط فيه. ايوه عشان هيك اجت على الاغلب. How much data does it have? Not too much, but we have wireless at home so I should be okay. Cool. I think. So what's your username? ما في الحكي مش مهم. No. ايوه من هون. No, وين طريق؟ تها؟ وين طريق؟ شو هاد؟ Damn, the water is gone. How is that even possible? عن جد راحت المي. بقول لك كيف هذا الوضع؟ The fog lets in. صوتهم مزعج هدول. They're fighting someone else. صوتهم مزعج مش طبيعي. يا صراصير الليل. Gotta be careful. That was too close. ألو مدام فيس فيس.
told you. Never call me again. I'll call you if there's anything new. But what? Just shut up. One more call like this and you'll never see Stella again. What's that? Shit. Hope they were too busy to notice. I should block her. What? I told you not to call me again. If you call me again, you'll never see Stella. I should block. لشك تحول؟ لشك تحول؟ ايش في؟ دانيال؟ اعتقد اخر ذكرى بيكتشفها دانيال انه شقفه من حمار. I am a part of a donkey. That's the mystery. بس عاد عمى. What's happening out there? And another one. So be it. Said sweetly the fellow in green. منكمل القصة لما قال له الملك حل عني. طيب. Sign here with your blood. وقع العقد عشان يحمي حال الملك. وقع بدمه. Without hesitation, the king took a quill, and with a drop of blood from his finger, he signed the contract. The visitor quickly hid the parchment and bid his farewell. Okay. Only then the king asked, so how will you protect me? And for how long? Haven't you read the contract? Asked the man. Vaguely, I was more concerned about my protection. The strange guest laughed. Even if I don't have to, I am a fair merchant, and I'll tell you. On your bed, you will find a special amulet. Put it on, and no harm will be done to you. The amulet will protect you for 11 years. After that, I'll come for you, and your soul will be forever mine. Oop. بقول له باختصار شديد طريقة حمايتك كالتالي: روح على السرير تبعك رح تلاقي قلادة البسها وهاي القلادة رح تحميك من كل إشي لمدة 11 سنة. بعد 11 سنة رح أجي أخذ روحك. أوكي. من هون هالمحل ما تجي. Oh my God. حسان. حسين. I told you not to call me again. Don't call me again. انهبل الزلمة. رسمي. انهبل رسمي. Stop calling me. I get it. They're scared of the beast. What? Why do you kill? I've been searching for you. الوحش اللي بلحقني دانيال. والله ممكن. احتمال. Workbench. في حدا صوته زي اللي بغرق قاعد. ايش؟ what's going on? Okay. طلع في طريق. اوكي. شو يعني؟ اطلع دانيال.
ردات رجعت لنفس الاشي. او اوكي العمى ايدك طولت مرة واحدة. او مش شايف انا. اللعبة هذه على البي سي. نعم مش هذا اول طريق. So this is the place I mentioned. After everything that happened, I don't think I'm going to find Stella here, but I don't think I have a choice at this point. اصحابي باركولي. This could very well be the last place she could find it. باركولي. وصلت للمكان بدون ما اتوه. بارك فيك يا علي، حاسس بفرحة جميلة. شفت البوابة، بس أنا بدي أخذ نباتات بلاش يكون في إشي. ها موسيقى بتحسس إن هاللعبة خلصت. Looks like it's time for true sight. وصلت. أو بدي أشرب كمان ماندريك كمان. طب ما وهي ماندريك وهي احلى روت. كراشت حفظنا الوصفة. تو هول فسفس. استنى بدنا فطر. هذا اللي كنت خايف منه أنا. فطر. هاي الرسمة تبعت البنت. استنى. بيو. Crush and add two henbane leaves. Fish henbane. يلا منيح اللي بتكبس مثلث او شيش كباب بالحمص والتبولة. عمى وين نباتات؟ اطلع برا. يلا كويس، بتضغط على مثلث او واي بحدد لك وين في نباتات. بس المشكلة انه كل نبتة لون. انت بدك تتحذر. اوه ماي جاد. اوه ماي شحبحبح. اوه ماي شبشب. خلاص لم يا معلم لم وضعك يا فلافل. الهن بين من اكثر النباتات اللي شفناها، ليش هلا بطل فيه؟ عشان بدنا اياها صح؟ هن بين؟ ديفلز فسفس، ليش برد ارجع هون؟ هاي هن بين. خذ تاني، بدك تاني. تنتين بقول لك. همبين؟ يب. كمل. Crush two henbane leaves. Crush حكا صح؟
Add crushed devil trumpet root. كنا مفعوله سريع هذا. ارجع ارجع ليخلص ارجع. او مش قصت مفعوله، شكله مفعوله لإشي واحد من هدول اللي بيطلعوا اصوات، يعني بدلك على ذكرى واحدة وخلص. هيو ها that's it. what فيش صوت؟ هاي الموسيقى اللي بدندنها قاعد بعرفش بأي جزء من سايلنت هيل، بس بتيجي كأنه بعد هزيمة وحش. عمي سايلنت هيل من شان فلافل عمتك يا كونامي تعطينا أي خبر. فظيع الفلفل عندها. We've finally got away from them. I can't wait to be inside again. فيش إشي عن سايلنت هيل. And don't forget about that weird guy we saw last time. I'm not in the mood today for a lot of running. Yeah, he was a serious creep. Hada Koki! Looks like the coast is clear. Let's get inside fast. The hell? Oh. كمل كمل الطريق من هون كمل. او ماي جاد كمل كمل. Hey, we should go for a swim. If you touch that sludge, you'll never touch me again. اتبع اتبع الطريق. او عجب مفتوح. او الطريق مش من هون. Corrupted as well. I guess I'm in the right place, huh? I didn't hear anything. That's a bit of a head. Nice. Ash feet! I saw us climbing up. Maybe. هذا اللي بيحكي معها تحس صوته من كارتون نتورك ام بي سي 3. مغامرات تنتن اي شيء. الشجعان الثلاثة. صوته كتير كرتونش. رايح انا. تهيل؟ بديش كونكتبل وين طريق. الطريق اوه هاي طريق رجعه. يلا طريق رشعة شكله. اها 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 I can see it behind the door. Oh shit, locked. Let's split and look for the key. It can't be too far. باب مسكر. Locked. ها بيع 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 بيع. ها بيع بيع. في امل تخلص اللعبة قبل العيد؟ ما اظنش. اللعبة هذه ما بتخلص اصلا. اللعبة هذه عبارة عن لوب. اه
عبارة عن لوب لا نهائي للأسف. This game will never end. ردوا رجعوني. الله يخرب بيتكم. آه لا ما رجعوني. طب وين الطريق؟ لا سوبر كات ما اقترحها. اوه هيا هيا هيا. يس. I'm going to check if we can't get inside through the side doors. Okay. آه الحمد لله الحمد لله تمام تمام. Locked. Locked. Yes. Oh great. Stella. مسكر. Is she? كولكتبل. أوضح إشي في اللعبة الكولكتبل لأنها لونها بارز عبعد ميل. لونها بارز عبعد ميل بنفسجي. Wait. The hell? هاي مسكر صح؟ احنا رجعنا لأول اشي يعني اروح من هون. Please no. أرد أرجع. رجع رجع هيا رجع. مسكر. لا ما رجعش على فكرة. أنا عارف. ماي جاد. كمل كمل في إشي أنت مش منتبه له. حاول يفوت من هون لأ الباب مسكر. حاول يفوت من هون الباب مسكر ونزل من هون. ويت معقول فات هون. او او so weird. Oh, انا كاني لمحت اشي معلش. Yep. Onion girls. Cheap porn. Nice onions though. ايش الفكرة؟ This game is so effing random. Yep. طب هو حبيبنا فسفس هذا وين راح؟ طلع برا. كمل معروفك وقول لي وين راح. كمل معروفك الله يهديك. حط لي آثار الأقدام وسكت. أصحابي جاء وقت السحور. الله يهديها هاللعبة. هي وحس الاتجاه المضروب اللي فيها. بس خلاص شو بدنا نعمل؟ مضطر أوقف يا حلوين يا جميلين يا أمورين. على أمل الستريم الجاي نعرف إحنا بأي تشابتر.
والله ما انا عارف. تشابتر 6 كل هالشباتر لساتنا في تشابتر 6. فايش بدنا نوقف هون على امل انه الستريم الجاي نعرف وين بدنا نروح ان شاء الله. نشوف عمو الزلمة وين راح. فأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم في الستريم. أعتقد أنه مشينا ما تهنا كتير. الستريم اللي فات كان إشي من الآخر, بس لا هالمرة لا, نوعا ما كان الوضع معتدل. إن شاء الله الستريم الجاي نعرف وين نروح. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم يا جميلين. نانيري شكرا على 26 شهر. وسامي شكرا على السوبر تشات. وروجندا شكرا على الشهر في برافو. وابو السلاطين زي السبيعي شكرا للانتساب في ستارز. واحلى ظفيري شكرا للسوبر تشات يا جميل. ولقاءنا ان شاء الله اذا ما منعني اشي غدا. وذاتس ات. اتمنى لكم سحور شهي وصيام مقبول وكل عام وانتم بالف خير, وان شاء الله ايامكم كلها اعياد يا حلوين. اند سيوليترز يا احلى اليجيترز. تصبحوا على الف خير.